السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملك وكتابة. حلقة النهاردة بيستمر فيها غياب الزميل العزيز الكبير المهندس عادل القيعي في أجازته اللي تنتهي هذه الحلقة، ويرجع إن شاء الله بالسلامة الحلقة الجاية معانا إن شاء الله. وبالمناسبة بنشاطر المهندس عادل التعازي أو المواساة في وفاة شقيق زوجته اللواء عادل شمس، تغمده الله بوسع رحمته وألهم الأسرة الصبر والسلوان. في الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيكون معانا اثنين من الضيوف الأعزاء والنقاد الرياضيين الكبار، الأستاذ عصام شلتوت مدير التحرير التنفيذي لليوم السابع، والناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري نائب رئيس تحرير الأهرام. هتكون فقرة مهمة جدا لأنه فيها الكثير من التفاصيل، لكن خلينا في البداية نوصل كل التحية وكل الأمنيات بالسلامة والشفاء إن شاء الله للدكتور طه إسماعيل، واحد من رموز الكرة الأهلوية الكبار. شفت الدكتور طه الفترة اللي فاتت تحامل على نفسه قد إيه، وده تجسيد لمعاني روح الأهلي، روح الانتماء، العطاء للأهلي، إنه يؤجل ألامه ويؤجل أوجاعه. وشفت الدكتور طه في المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني قد إيه متفاني وقد إيه متحمل. هيدخل يوم السبت إن شاء الله المستشفى، هتجرى ليه عملية جراحية لتغيير مفصل الركبة تحت إدارة أو تحت إشراف خبير ألماني كبير جاي مصر، هيجروا للعملية بأحد المستشفيات الكبرى بإذن الله. كل التحيات وكل التمنيات بالشفاء للشيخ طه، ويرجع إن شاء الله في أسرع وقت عشان يمارس عمله المهم في لجنة التخطيط والمتابعة في النادي الأهلي. ده الدكتور طه وهو حريص على حضور المؤتمر الصحفي، وحريص على ان هو يقدم رينيه فيلر المدير الفني لرجال الإعلام، ويعرف الناس على فلسفة الاختيار وحيثيات تفضيل الأهلي لهذا المدرب، اللي الحقيقة كل الأخبار اللي جاية من التدريبات لا حد بيطور، وحد زي ما الشيخ طه قال ان احنا فلسفتنا في هذا الاختيار حد مدرب صنايعي هيشتغل بايده. اللعيبه محتاجه شغل كتير، محتاجه شغل تكتيكي كتير، فالاحتياج لمدرب شاب عنده طموح وعنده حماس وعنده قدره على العمل الميداني في الملعب. فنتمنى ان شاء الله الامور تسير بهذا الشكل وفي الاطار الطبيعي باذن الله. ده بالنسبة للدكتور طه اللي بنقول له ألف ألف سلام عليك، وإن شاء الله يوم السبت نطمئن عليك ويخرج من غرفة العمليات إن شاء الله بكل سلامة ويستعيد عافيته سريعا إن شاء الله. الحقيقة الساحة الرياضية أنتوا شايفينها ومتابعينها وعارفين اللي فيها، هذا الصخب الشديد جدا يحدث والأهلي بيشتغل، يحدث ومجلس إدارة الأهلي يفضل منهج العمل ولا شيء غير العمل، مهما بلغت المسائل، مهما حدثت أي تجاوزات، الرد في الملعب. ويمكن اللي سجل هذه الملاحظة في أداء الأهلي مجسدا في رئيسه الكابتن محمود الخطيب كان الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر الكبير، لما كتب من أسبوعين ثلاثة وأنا عرضنا لكم ده الرد في ملعب التنمية، وقال إنه الخطيب بكل ما بيتسأل أو كل ما بيواجه بأي مشاكل لما بيتسأل ما بيردش وبيكون الرد في الملعب. الرد في الملعب يحصل كل اللي انتم متابعينه، وتصل الأمور إلى كل هذا المستوى تلاقي الخطيب فين؟ في اسكندرية. النهاردة عقد الكابتن محمود الخطيب جلسة مهمة مع محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز خنصوة علشان الكابتن الخطيب يعرض عليه أفكار النادي الأهلي للعمل المشترك. الأهلي في مهمته وفي إطار حرص مجلس إدارته أنه هو يوصل برسالته لكل مكان، يتوسع في كل ربوع الوطن، يكون موجود في كل محافظة. ده الطموح الكبير لدى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. عشان كده لما اجتمع النهاردة الكابتن الخطيب مع السيد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، عرض الكابتن الخطيب آراءه وأفكاره بالنسبة للعمل المشترك مع محافظة الإسكندرية. النادي الأهلي كل مكان بيتواجد فيه بيحدث هذا الإنماء وهذا الدور الكبير في التنمية. شفتوا
الاهلي في مدينه نصر ازاي كان له تاثير كبير جدا على هذه المنطقه، الاهلي في الشيخ زايد نفس الحكايه، الاهلي في التجمع نفس الشيء، حتى الاهلي في منتجع وفي مرسى مطروح. ده الدور المجتمع الكبير اللي النادي الاهلي بيطلع بيه مجلس عن مجلس، جيل عن جيل، وكل اللي حاصل ده وعجله العمل في الاهلي لا تتوقف، ما هو يا تتكلم يا تشتغل. يا نتحول الى مكلمه باستمرار والناس تتكلم وناس ترد، يا نشتغل. فالرد لخدمه هذا النادي وخدمه هذا الوطن وتقديم الصوره الحقيقيه للشباب كنموذج يحتذى به، انك تشتغل، انك تنتج، انك تطور، انك تغير، انك تضيف حاجه جديده للوطن، ان انت تقدم قدوه ونموذج للشباب يحتذي به. هو ده الدور المسؤول، غير كده ما يبقاش النادي الاهلي، وغير كده الحياه ما تبقاش رياضه. هي دي الرياضه، وده دورها في تقويم السلوك وتهذيب سلوكيات الشباب. كل اللي حاصل شوفوا عجله العمل في النادي الاهلي ماشيه ازاي، في كل المقرات. عمليات تطوير مستمره جدا. تطوير منطقه ترفيهيه كبيره وجديده في مدينه نصر، الشيخ زايد عجله العمل شغاله فيها، التجمع الخامس، الجزيره، هتلاقي في كل فرع من فروع النادي، بل ان اجنده الاهلي الطموح انه يخرج يروح اسكندريه، في افكار انه يروح المنصوره، في افكار انه يروح اسيوط، في خطه كبيره جدا ان شاء الله مجلس الاداره يقدر يفي بالبعض من هذه الالتزامات لانها كتيره الحقيقه. شوفوا هذا الدور الكبير في كل المناطق، فان شاء الله يكون هذا اللقاء مع محافظ الاسكندريه اللي حضر جانب منه السيد احمد جمال نائب المحافظ والدكتور اسماعيل العدل المستشار الهندسي للمحافظه، وحضر كمان المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الاهلي، اللي شرح للمحافظ فكره وخطه النادي الاهلي للتوسع في هذه المدينه الكبيره او هذه العاصمه الكبيره الغاليه على كل الاهلاويه الاسكندريه الحقيقه. ما هو يعني هي دي فلسفه العمل. وعايز افكركم من ديوان لمجلس الإدارة مش فاضي للكلام، واللي حصل مش جديد، لكنه الرد عليه دايما وأبدا بشكل عملي وبشكل يليق بالنادي الأهلي، يحفظ كينونة النادي الأهلي، يحافظ بيها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب على تقاليد النادي، على تقاليد النادي. مرة وأكثر من مرة كلما تحدث الكابتن محمود الخطيب بيفكر الناس إزاي تغلبوا مصلحة الأهلي فوق الجميع. نفكركم برأيه. الأهلي فوق الجميع. الأهلي فوق الجميع. اللي بيحب الأهلي بجد يعني بيبدي مصلحة كيان الأهلي قبل رغباته الشخصية وقبل نفسه. أنا عن نفسي بقى استحملت حاجات كتير، لأن الأهلي فوق الجميع، وبالطبع الأهلي فوق محمود الخطيب. أنا عن نفسي استحملت كتير علشان أفرض وأغلب وأثبت حقيقة إنه الأهلي فوق الجميع. مهما وصل لي أو مهما تعرضت لأي مشاكل أو لأي تجاوزات من البعض، لا، الأهلي فوق الجميع يعني غلب صورة الأهلي، حافظ على تقاليد ناديك، حط الأهلي في المكانة اللائقة بيه. هي دي المسؤولية، ودي مش سهلة على فكرة. السهل جدا التجاوز، السهل جدا كل اللي انتوا بتشوفوه ده اسهل منه، مفيش يعمله اي حد. لكن الصعب جدا انك تلتزم، انك تنضبط، انك تحافظ على دورك. ولما يحدث ان تطالك اي اتهامات، خطيب اللي رجع فلوس لاتحاد الكوره لما كان مدير المنتخب في عهد الكابتن سمير زاهر عليه رحمه الله نهايه التسعينات، علشان شعر انه مرتبه اللي خده من المال العام من اتحاد الكرة ما عملش بيه الهدف اللي كان متفقين عليه وقت ما كان مع كابتن فاروق جعفر، كانوا مشكلين جهاز واحد. هو ده الكابتن محمود الخطيب اللي في رئاسته لمجلس إدارة النادي الأهلي لما زاد اللغط والرغي وإياه وانتوا الكلام اللي انتوا فاكرينه، كان الرد جول من أهداف محمود الخطيب. الأهلي هو اللي بيطلب، هو اللي بيطلب من الوزارة تعالوا فتشوا عليا لو سمحتوا. شوفوا قمة الشفافية وقمة الحرص على تقاليد النادي. أنا مش هسمح لحد
يسيء للنادي الأهلي أو يتهم مجلس إدارة النادي الأهلي بما هو ليس فيه. تعالوا لو سمحتوا فتشوا عليه، تعالوا اظبطوا المسألة وشوفوا حقيقة الوضع وحقيقة الموقف إيه في النادي. إبان تولي المهندس خالد عبد العزيز وزارة الشباب والرياضة، بعت له كابتن محمود الخطيب هذا الخطاب، لو تفتكروا كان في تاريخ 27/5/2018، برجاء التفضل بتشكيل لجنة مالية لمراجعة وحصر كافة الأموال التي تبرع بها السيد تركي آل الشيخ للنادي، والتأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للأهلي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس إدارة وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها وبمستندات موثقة. كلام ده إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في 27/5/2018. أنا مستغرب، هي لسه الناس دلوقتي بتقول للخطيب وللأهلي ليه ما بتردوش؟ هو في ردود أقوى من إن أنا أقول لك تعالى راجع عليا، تعالى حاسبني، تعالى أتأكد من سلامة الموقف؟ المهندس خالد عبد العزيز بعد ما خرج من الوزارة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي خلفه بعت لجنة، واللجنة راجعت الموقف كاملا. اللي النادي الأهلي مش فاضي كل يوم يطلع كل واحد يتكلم يرد عليه، لا، الناس بس بتنسى، أو الناس عايزة تنسى، عايزة تنسى مواقف موثقة بلجان رسمية. اللي بيتكلموا النهاردة الأهلي ليه ما بيردش؟ معرفش ليه خدوا حبوب النسيان، ليه متعمدين يتجاهلوا حقيقة اللي حصل؟ الجواب ده لما راح للمهندس خالد عبد العزيز وهو وزير الشباب والرياضة بعد 3 شهور، كان تولى الدكتور أشرف صبحي، فبعت لجنة. اللي انتوا شايفينه ده من موقع وزارة الشباب والرياضة، مش من عندي، مش من عندنا، ده مش رأينا احنا، دي وزارة الشباب والرياضة، تقرير وزارة الشباب والرياضة يبرئ مجلس الأهلي. ده البوابة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة. كشفت وزارة الشباب والرياضة ده امتى بقى؟ في 15 أغسطس 2018. يا اللي بتقولوا الأهلي ليه ما بيردش، انتوا اللي ما بتقروش، او انتوا اللي مش عايزين تقروا، انتوا اللي مش عايزين تشوفوا الحياة مع انها واضحة زي الشمس. الأهلي طلب، الوزارة ردت، بعتت لجنة. قالت الوزارة: كشفت وزارة الشباب والرياضة عن تقريرها الخاص بتجاوزات مجلس إدارة النادي الأهلي والتي تم اتهامه بتلقي أموال وتبرعات وصلت إلى ما يقرب من 265 مليون جنيه. حيث كشف تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن ملاحظتين فقط عن كافة الملفات التي تم فحصها. تضمنت الملاحظة الأولى أن المبلغ اللي حصل عليه جهاز الكورة واللاعبون بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري دون تسليمه لإدارة النادي، يعني الملاحظة في الشكل، الراجل جه ادى الهدايا للعيبة. اللجنة قالت، لجنة الشباب والرياضة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه كان المفروض يدخل الفلوس، تدخل خزينة النادي وتاخد مسارها الطبيعي وتتخصم عليها الضرائب. ده ما كانش الأمر عمليا في إيد النادي الأهلي اللي برأته هذه اللجنة، وقالت: وقد وجه النادي الأهلي الشكر. الملاحظة الثانية كانت عدم قيام إدارة النادي بمخاطبة الجهة الإدارية قبل قبول هذه التبرعات. ليه ما خدتوش رأي الوزارة قبل ما تقبلوا التبرعات؟ لكن الوزارة نفسها في تقريرها قالت: في الوقت الذي تم الاستناد في ذلك إلى اختيار الجهة الإدارية بمحاضر اجتماع مجلس الإدارة التي تضمنت القرارات الخاصة بهذه المبالغ والموافقة عليها. يعني اللجنة قالت الأهلي ما بلغناش قبل قبول التبرعات، لكن ثبت أنه موقفه صحيح، أنه بلغنا بمحاضر مجلس الإدارة اللي فيها هذه الأموال وهذه التبرعات، اللي تأكدت الوزارة تماما أن الفلوس موجودة في ميزانية النادي وأنه ما فيش قرش طلع بره خزينة النادي. ده تقرير مين؟ وزارة الشباب والرياضة، على موقع وزارة الشباب والرياضة في 15 أغسطس 2018، انه التقرير بيبرئ مجلس إدارة النادي الأهلي اللي الحقيقة ما هوش كان بالظبط 14 أغسطس الحقيقة ما كانش، يعني الأهلي لا هو في موقف دفاع عن النفس ولا كان في عرض اتهام هو محتاج يبرأ نفسه منه. الأهلي طلب، الوزارة ردت،
الكلام ده اللي انا بقوله علشان كل يوم وكل وقت هتقعدوا تسمعوا هو الاهلي ليه ما بيردش، فين ما اعرفش ايه، وفين راح فين. يا عم جات لك جهه رسميه، جات لك لجنه من الوزاره ومن الجهاز المركزي للمحاسبات وطلعت التقرير اللي هم نفسهم عرضوه. لا، نقدم بلاغات في النيابه وروح النيابه، ارفع قضيه فتكون النتيجه. عشان كده الموقف الواضح والسليم محدش بيخاف منه ومحدش يخاف عليه. امشي عدل يحتار كل دول فيك. كانت النتيجه ناس قدمت بلاغات اتحولت للنيابه وديتها للمحكمه، وبعدين برضه محدش عايز ياخد باله انه محكمه جنح مستأنف في قصر النيل تأييد براءة محمود الخطيب من تهم التلقي وقبول تبرعات أجنبية، دي بوابة الأهرام، في 27/12/2018 قضت محكمة جنح مستأنف في قصر النيل بتأييد حكم براءة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعمري فاروق نائب رئيس النادي من تهم التلقي وقبول تبرعات أجنبية بالمخالفة لقانون الرياضة. ودفاع الأهلي قدم مستندات تفيد اختيار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للجهات المختصة وموافقة الجهة الإدارية، والدفاع قال إن الحكم نهائي وبواجبه يمنع العودة للتحقيق في هذا الشأن ويسدى الاستتارة على قضية تبرعات النادي الأهلي. دي القضية المقيدة برقم 5852 كلي وسط القاهرة. طيب، وحتى الآن في بلاغات جهات التحقيق المختصة بتحقق فيها، ما نقدرش نتعرض لها أو نتكلم فيها لأن هي رهن التحقيق، لكن الموقف هو ده اللي يهمنا في جزئية إن جمهور الأهلي يبقى مطمئن جدا جدا على موقف ناديه، أعضاء النادي يكونوا أكثر اطمئنانا على سلامة موقف مجلس إدارة أودعوه ثقتهم وكلفوه بالإدارة النادي طوال هذه الفترة. الموقف بهذا الشكل وبهذا الوضوح يخلي كل الناس المفترض لما بتسمع رجعوا معرفش إيه، هاتوا معرفش إيه، يا سيدي اي هدايا جت لمجلس الاداره بما فيها الساعات اللي هي يعني ايقونه الناس، كل هذه الجهات اللي حققت تاكدت ان كل هذه الاصول اصبحت اصول عامه في النادي ومودعه في خزينه النادي، وكل الساده اعضاء مجلس اداره النادي فوق اي مستوى للشبهات، ومعظمهم او كلهم ما شاء الله ناس يعني رموز كبيره جدا، قمم كبيره جدا يشرف بيهم أي نادي. فلما يكونوا كل الناس دي موجودة في مجلس إدارة واحد أعتقد تكون النتيجة اللي انتوا شايفينها على هذا القدر الشفاف، سواء اللي ثبت من خلال المحكمة أو اللي أثبتته لجنة الوزارة، وفي انتظار تحقيقات كتيرة كمان بتجرى في الفترة الحالية. لكن المستهدف الحقيقة هو الكابتن محمود الخطيب، المستهدف بشكل مباشر لما تركزوا في حاجات كتيرة قوي. ما هو برضو اللي بيعمله الخطيب مش قليل، وأي نفوس مريضة أو نفوس مهزوزة هتتضايق. فيه ترفع، في أداء مسؤول، فيه وضع لقيمة النادي في المكان المستحق. لكن إحنا هننزل لمستوى إن إحنا باستمرار هيبقى فيه تراشق. أولا ده تقليب للجماهير، ثانيا تجدير للعملية الرياضية نفسها، العملية الرياضية اللي محمود الخطيب نشأ فيها كراجل رياضي بلغ القمة في نجاحاته الكروية، اللي خلت مصر وهي بتنظم كأس الأمم الأفريقية لو تفتكروا من شهور واحد من سفراء البطولة يكون محمود الخطيب، بما يسعد كل الجماهير الأهلوية وجماهير الكرة المصرية عامة. فيتم اختيار الكابتن محمود الخطيب سفيرا للبطولة، يجي الاتحاد الأفريقي يكرم أساطير الكرة في أفريقيا في تاريخها، فيختار ضمن أبرز أساطير الكرة الأفريقية الكابتن محمود الخطيب. ده قيمة محمود الخطيب بعطائه، بسيرته، بمسيرته، بإخلاصه، بسمعته، بنزاهته، كنموذج مشرف لهذا الوطن ولهذا النادي. وأنا مع كتير من التعليقات اللي بطريقة المعلقين، ماذا بينك وبين ربك يا خطيب؟ بالله عليك إيه اللي بيخلي هذا الإنصاف من
ربنا سبحانه وتعالى يجي في وقت كلما زاد التطاول زاد الإنصاف، كلما زاد التحامل زاد التقدير والتكريم، بشكل يكاد يكونوا مرتبطين ببعض. يعني دي مسألة في سلوك الإنسان، في سمعته، في تاريخه، في عطائه، في نيته، في إخلاصه. لأنه حتى في الفترة الأخيرة يطلع موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم، يختار 48 أسطورة من أساطير الكرة حول العالم في تاريخها، في تاريخها، يتقدمهم الجوهرة السوداء بيليه، ويكون ضمن هذه الأساطير العالمية 48 في تاريخ هذه الساحرة المستديرة على بساط الكرة الأرضية، يكون الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد أبو تريكة بين هذه الأساطير. شايفين الصورة اللي جمعت كل عظماء الكرة بشكل يسعد كل أهلاوي ويفخر به كل مصري محب لهذا الوطن، أن يكون الكابتن محمود الخطيب، بيليه، ميشيل بلاتيني، مارادونا، دي ستيفانو. بصوا قمم الكرة، بيليه، زيكو، جاريت، رونالدو، عدد كبير جدا من هذه الأساطير في تاريخ الكرة. شيء مشرف جدا، شيء يسعد كل الأهلوية، اللي الحقيقة دايما وأبدا بيكونوا مطمئنين إن الموقف صح، وإن الناس ماشية صح، وإن مجلس الإدارة بيقدم كل ما في وسعه لأجل أن يكون النادي الأهلي دايما وأبدا في هذه المكانة وفي هذه القيمة المستحق. شفنا الخطابات وشفنا الرد عليها كان ماشي ازاي، واختيار الكابتن محمود الخطيب ضمن اساطير الكره حول العالم. لكن ما هو اصلا الامر لا يسلم، الهدف انت ازاي تهاجم رمز النادي علشان تقدر تأثر على أدائه، علشان الأمور تكون في الشكل اللي البعض عايزها. لكن الأهلي لن يكون إلا بصورة الأهلي، وتقاليد الأهلي لن تكون إلا في الحفظ والصون. دي تقاليد نادي علينا جميعا مراعاتها، لأنه حتى لما الأمر وفاكرين جامعة المنصورة لما بتحتفل بأساطير ورموز الأهلية في تاريخها، يتم اختيار الكابتن محمود الخطيب مع نخبة من نجوم المجتمع الدقهلاوي علشان يتم تكريمهم في جامعة المنصورة مع قمم سياسية وعلمية. في كل مناسبة هتلاقوا رئيس النادي الأهلي في قيمة النادي الأهلي وفي مكانة النادي الأهلي وفي الوضع اللي يستحقه النادي الأهلي. اوعوا تكونوا فاكرين انه التنازل عن هذه التقاليد او النزول من هذه المكانة مسألة تخدم النادي، لا. الأهلي عليه مسؤولية مجتمعية كبيرة جدا، وعليه دور في هذا الوطن يعيه جيدا ويحتفظ به ويلتزم به. عشان كده لن يكون الأهلي إلا في المكانة اللي يستحقها. ما أعتقدش أبدا هيكون مناسب أبدا إنه يحصل أي خروج، أي تجاوز، أي تخلي عن ثوابت النادي وتقاليده. ده التزام مجلس إدارة النادي، وده أداء مجلس إدارة النادي. إحنا حتى في البرنامج كتير لما بيطلع بعض التجاوزات، بعض الخروجات بنترفع عنها، وشفتوا مع المهندس عادل القيعي على مدى، إحنا وصلنا تقريبا 480 حلقة دلوقتي من ملك وكتابة، فأصبح بيننا وبينكم من الثوابت ما يكفي. حفظتوا أدائنا وعرفتوا منهجنا، ونتمنى رسالتنا تكون متواصلة بيننا وبينكم بالشكل اللي احنا نرضي عنه، واللي يخليكم تشعروا دايما وابدا انه لما قلنا لكم من دي وان ما تخافش على الاهلي، ما تخافش على الاهلي وفقا لثوابت الاهلي، وما تخافش على الاهلي ما دام كل الاهلوية هيحافظوا على تقاليد هذا النادي، هيفضل باستمرار في هذه المكان. بقول لكم حتى لما بيطلنا احنا الامر بنترفع. حد قال لي الكابتن خالد الغندور طلع قال حاجة أنا رديت عليها من 8 سنين،
بس ما دام هو ألصقها بحاجه تانية، قال لك ما هو ابراهيم المنيسي زملكاوي وكان معانا وكان بيسافر معانا مع الزمالك على طول. الجزئيه الاولانيه هفكركم برد موثق، بس في الجزئيه الثانيه يا كابتن خالد، لا معاك ولا مع غيرك انا سافرت مع حد. انا لما بسافر مبعوثا من جريدتي الاخبار اللي انا بعتز وافخر بيها بيكون على حساب مؤسستي. لا عمري سافرت على حساب الزمالك ولا سافرت اغطي نهائي بطوله افريقيا دوري ابطال افريقيا الزمالك والرجاء في المغرب. سافرت موفد من اخبار اليوم على حسابي. ما حدش بقول لكم لا هم ولا غيرهم له عندي كوبايه شاي، ولو عند خالد الغندور اي حاجه غير اتفضل وساعتها اعتذر له. لكن انك تلصق اتهامات او تلقي بكلمات كده سهله، لا. الجزئيه الاولانيه ردينا عليها وقت ما اثيرت بنكته برضو زي كده من كام، من 8 سنين. من 8 سنين بالظبط، كان 29 سبتمبر 2011 بدايات ملك وكتابه. نفكركم وقت ما اثيرت ردينا بايه. الحلقه اللي فاتت مع برنامج الكابتن مصطفى يونس كان على التليفون اللي هو محمد الحسيني وعضو الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، وانا الحقيقه ما شرفتش ابدا بلقائه. يعني بسمع عنه اقرا تصريحات له، لكن ما فيش علاقه شخصيه تخليني حتى سبق ان احنا اتقابلنا. طلع اللي هو الحسيني وقال يا كابتن مصطفى، وكانوا بيتكلموا على الجمعيه العموميه وعلى الميزانيه، انا اتحدى ابراهيم المنيسي يطلع يقول انه مش زملكاوي. فكابتن مصطفى يونس تطوع واقسم بالله العظيم انه فلان الفلاني زملكاوي. انا استغربت ان في ناس بتحلف نيابه عن الناس. بعد الحلقه او اثناءها، يمكن انا كنت بتفرج على احمد شوير كان معاه مانويل جوزيه، فاتصل بيا دكتور من اسيوط، دكتور حسين الامين، ده استاذ جهاز هضمي وكبد، قال لي الحق في كذا كذا، انا عايز الايميل بتاع هذا البرنامج سريعا، وهو يعرف حتى ابو المعطي زكي رئيس التحرير، عشان ابعت لهم وثيقه تاريخيه ترد على الكلام الفارغ ده. فكرني، وكان يعني لفت نظري لكده، وانا اسف جدا للكلام في نقطه شخصيه شويه. سنه 85 كان ليا شرف ان انا اكون من اوائل الثانويه العامه على الجمهوريه. فانا في اسيوط كان زكي بدر محافظ لاسيوط. فاقام احتفال لتكريم اوائل الثانويه من ابناء اسيوط. نشرت جريده الجمهوريه حوار مع كل واحد فينا. هذا الكلام نشر في جريده الجمهوريه يوم 7 اغسطس 85. فالحوار التقليدي اللي بيجرى مع الاوائل. انا يعني ما كنتش عايز حتى اعرض ده لولا اصرارك انت واصرار فريق البرنامج. لما اجري معايا الحوار، ايه الهوايات؟ كره القدم. فكابتن فريق كرة القدم في البلد ويشجع النادي الأهلي، واتكلمت كتير جدا عن النادي الأهلي. الصديق العزيز الدكتور حسين الأمين كان واحد من هؤلاء الأوائل، فاحتفظ بهذه الجريدة. لما سمع هذا الكلام فضل بنفسه إنه يبعث لنا صورة هذا الخطاب، هذا الجرنان. يعني أنا انتباهي يا كابتن مصطفى وحبي للنادي الأهلي أعلنته وأنا بأكرم في الثانوية العامة سنة 85، ونشر في جريدة الجمهورية يوم 7 أغسطس 85. مرة تانية أنا آسف للكلام في جانب شخصي، بس ما هو الغندور هو الهدف إيه؟ الهدف إنه بيحاول يهز المصداقية، لأنه أنا قلت له فيما يتعلق بسمعتي المهنية والأخلاقية، لو ليك عندي كوباية شاي على حسابنا عليها انت او اي حد، لكن تعتقد ان بكده بتأثر في مصداقية، نفكرك بحاجة تانية. زميلة الإذاعية في الشباب الرياضة إيمان عزب، مذيعة في الشباب الرياضة، كلمتني وهي ميتة من الضحك. قالت لي كان معايا ضيف صحفي، وطبعا رفضت تقول لي اسمه ايه. قبل الهوى كل همه ابراهيم المنيسي مش اهلاوي وكمان مش خريج اعلام. فبتقول لي الغريب جدا ان الراجل قاعد يحلف بالله العظيم وهي ميته من الضحك. قالت لي خلاص هنطلع هوا وهو مش مبطل يحلف. فقالت له ممكن تبطل تحلف؟ قال لها والله العظيم ما خريج اعلام، والله العظيم ما اهلاوي. قالت له طب انا عايز اقول لك على حاجه عشان تبطل تحلف.
قالت لي احنا داخلين في رمضان. قلت له على فكره انا وابراهيم دفعه واحده من سنه اولى على ما احنا مع بعض. فانت يعني انت هي كمان على حاجة. يمكن هي كمان مش خريجه بالظبط. طيب على ذكر اللواء محمد الحسيني، لان الحقيقه اللواء الحسيني من اعضاء النادي الناشطين، وكان البعض بيصنفه ان هو معارض، هو عنده وجهات نظر. لما انا عرضت هذا الفيديو في وقتها كتب هو بعديها، ودي القيمه اللي لازم أن تذكر ويحيى عليها، كتب في جريده الوفد في مقاله الاسبوعي: تابعت بالمصادفه البحث بعض فقرات على موقع التواصل الاجتماعي، من بينها حديث قديم للاخ الفاضل ابراهيم النسي يعلق فيها انني اشرت بانه زملكاوي، لا انكر انني تحدثت بذلك بعد ان اقسم امامي بعض الاشخاص او بعض الاشخاص ينتمون للرياضه وللاعلام بذلك، ولكن بعد ان سمعت تعليق الاستاذ المنيسي والصحيفه التي نفت هذا الكلام اقدم له اعتذاري. والاعتراف بالخطا ليس عيبا والتصويب واجب، فانت شخص محترم، شكرا جزيلا يا سياده اللواء، وكن له كل تقدير واعتزاز، وفقك الله يا اهلاوي يا مخلص. شكرا سياده اللواء محمد الحسيني، اللي الحقيقه بعديها حي ملك وكتابه، برغم ان البعض زي ما بقول لكم كان ممكن يصنفه انه راجل معارض، لكن لما اتفرج على حلقه كنا بنعرض فيها لجانب من تاريخ الكابتن صالح سليم والكابتن طارق سليم عليهما رحمه الله، كتب اللواء الحسيني في الوفد: محترمان يمتدحان عظيمين. فاتكلم على البرنامج بشكل طيب جدا، بنشكره عليها، و يعني نتمنى ان احنا نستحق جزء من اللي قالوا علينا، لكن هي ديت ثوابت ملك وكتابه. اي تجاوز بيحصل ما بن لا ننجرف ولا نستدرج لاي هو زي هذه المواقع، لكن بيكون الحفاظ على قيمه ملك وكتابه، على اهميه ملك وكتابه، وعلى مصداقيه ملك وكتابه. اتمنى تكون الحقيقه وضحت تماما، لكن هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل يمتد الحوار في كل ما يتعلق بالكره المصريه وترتيبات الكره المصريه للمرحله اللي جايه، ورؤيه الناقدين الرياضيين الكبيرين الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمود صبري لما ينتظر الجهاز الفني الجديد في الاهلي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يسعدنا ويشرفنا النهارده يكون معانا ضيفين تقال. يعني انا سعيد الحظ لو كده هلعب راس حربه، فمعايا وينج رايت وينج ليفت، اوعى وشك. الناقد الرياضي والصديق العزيز الحقيقه استاذ عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. استاذ عصام اهلا بيك. مساك استاذ ابراهيم، كل سنه وانت طيب. نور. حبيبي ابراهيم ربنا يخليك. رسم كده لا ازاي بس عشان انت قلت راس الحربه وبتاع، ف البنج رايت يعني البنج رايت بقى بيرفع على طول. طيب ارفع للناحيه الثانيه عشان يكون معانا الصديق العزيز جدا والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري، مدير تحرير الاهرام. اهلا بيك يا استاذ محمود. منور. ده نورك. عامل ايه؟ وحشني. الشياكة اللي عشان نشوفك بس. الحمد لله على السلامة. اشوف اخويا وحبيبي الاستاذ عصام. حبيبي محمود منور. استاذ عصام، تابعنا كلنا المؤتمر الصحفي لتقديم رينيه فيلنر المدير الفني للنادي الاهلي او فيلر. عايز قبل ما اقول لك انطباعك اخدك لتويتر للكابتن محسن صالح، ومحسن صالح رايه يعتد بيه لانه كمان مدير فني كبير: يا بخته يا سعده يا هناه اللي يدرب الاهلي، ده يوم مناه. للدرجه دي الاهلي ضامن لنجاح المدرب او عنده فرص كبيره لانجاح اي مدرب؟ اكيد. السبب بسيط جدا ومعقول جدا، لانه في الاخر بتلاقي يعني تربه صالحه جدا لزراعه كل محصول، وتنتظر غله شديده الباس ما بين احتراف كامل، ما بين طلباتك مجابه. ولا احد ربما يتصور انه كبار الكره على مدار تاريخ النادي الاهلي واخرهم يعني كابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه يا رب، الناس ما بتتصورش انه مش ممكن يسال هو مين هيلعب ومين ما يلعبش. أيوة. هو انتوا بتعملوا ايه النهارده
وانه العبور في اتجاه مباريات كره القدم في اوقات في مباريات كبرى قبل بدء مواسم مع تتويج اللي هو مبروك شكرا سلام عليكم، يعني احتراف كامل الاركان، وبالتالي ده الاهم في كل السير الذاتيه للنادي الاهلي اللي المديرين الفنيين لما بيعرفوها بحسب خبراتنا يعني بيبقى على طول مستهدف انه ينجز الديل ده او يخلص الاتفاق ده، مش هيلاقي افضل من كده تعاون وتعامل جماهيريه طبعا عظمى. وبالتالي ايه اللي ممكن يكون ناقص؟ مدير فني عايز يشتغل من اهم ادوات كره القدم ولا واحده مش موجوده. ما خلاص يعني فصل الخطاب، فصل الخطاب. استاذ محمود، وانت واحد من القريبين من تغطية النادي الأهلي لسنوات طويلة وتعاملت مع مدربين أجانب كتار تقريبا بدلت أنت كم؟ 10 مدربين؟ أكثر من 10 أكثر من 10 ألماني وكتير. طيب تابعت مؤتمر صحفي للخواجة إزاي؟ أنا يعني الحاجة الغريبة اللي أنا يعني أحب أبدأ بيها مستغربة جديد قوي جديد قوي، اول مره اشوف تراشق بالصوره دي، نادي جاب مدرب النادي التاني ماله؟ يعني دي الحته دي انا يعني ما شفتهاش ابدا على مدار تخطيطي مش كده من النادي الاهلي، ما شفتش ابدا انه مثلا الاهلي جاب الاهلي الزمالك جاب مدرب فطلع حد من الاهلي لكن المدرب ملوش، يعني على قدر المفروض على قدر المسؤولين لابد يكون عندهم قدر ورؤيه، الجمهور حاجه والمسؤول حاجه تانية خالص. صحيح كلام المسؤول يتسال عنه اكيد، لكن الجمهور أو الجمهور دلوقتي في وضع كمان وضع صعب. صحيح. السوشيال ميديا غول بياكل كل شيء، يعني حتى ياكل نفسه في النهايه بصوره اللي احنا شايفينها في حاله من الصراع والاحتقان والانقسام الواضح بصوره ابدا تحتاج الى وقفه. هناك انفلات اخلاقي مبالغ فيه خطير على المجتمع بندفع ثمنه يومين زي ما احنا بنشوف. الاهلي دائما ما بيحترم منافسيه، يعني ما بيدخلش، لم ارى تصريح لمسؤول في الاهلي يتحدث عن اي مدرب لاي فريق منافس او يقلل منه او يقول ان انا فوضت او ما فوضتش او احاول. كمان الغريبه في الامر اللي ضايقني انه طلع ميتشي وقال لك اصل الاهلي عرض عليه فلوس، يعني بتلعب على وتر الجمهور كمان، يعني انت يعني هتضطر مثلا المسؤولين في الاهلي ان هم ممكن يخرجوا ويقول لك ده انت اللي بعت لنا وقلت لنا تعالوا فوضوه وعلوا عشان انا ممكن انا عاوز اجي اهرب من الناحيه الثانيه. يعني ليه انت بعمليه الاحتقان؟ برضو كان كنت اتمنى ان المسؤولين في الزمالك ما يدفعوش المدير الفني ان هو يدخل في صراع مع الاهلي، ملوش هو مش طرف، هو مش طرف خالص. لكن ريني فايلر وسقف طموح وبعد كده ظروف اجبرت فايلر شيء طبيعي جدا الراجل سويسري لما يجي له عرض من نادي سويسرا يا استاذ عصام انه يسال اخر مدرب مشي من مصر ستيف جروس. صحيح طبعا هو سويسري يعني انت فجاه واحد من هنا رايح يشتغل في حته انت كنت فيها. طب هيسال حد لازم من هيسالك هيسالك طبعا هيسالني يقول لي ايه رايك الجو هناك اقول له انا جو العالم كله شبه يعني بعض اللي انا عايز يعني اللي انا عايز استعين بمواطنه ده اكيد طبعًا. اللي انا عايز اقوله لك انه المدير الفني يعني سؤال بسيط ده من الذكاء انه اللي بيهاجمه مدير فني يا عم سيبوه خلوه فاشل حتى من مصلحتي النادي الزمالك انه يبقى فاشل يعني حتى لو فشل ما انت عندك فرصه صحوش يعني انت ما تقعدش تسخنه يا عم هو جاي يفشل في الاهلي فسيبه خليه يفشل خليه ما ياخدش الدوري خليه ما ياخدش بطوله اللي مزعلك ايه اللي مزعل يعني انا عاوز اقول لك ايه سيبه ما تسيبه في حاله انت ليه مصر على انك انت فوضته وهو ب 700 انت عاوز تقول ان مجلس اداره الاهلي حراميه وانت الشريف العفيف اللي في الدنيا كلها ما يصحش غلط الكلام ده يعني الكلام حتى ما يؤخذش بالمنطق وبالصوره دي المسؤولين كلامهم محسوب انت تصرفاتك بتعكس حاله الاحتقان عند الجمهور طب احنا عاوزين نبدا موسم جديد وعاوزين نقول يا جماعه خلاص كره القدم مصر راجعه وزي ما قال الاستاذ عمرو الجنايني وادانا الطموح انه والامل انه الجمهور راجع ها ان شاء الله يعني باذن الله تعالى بس عاوز بس نعرف يعني يرجعوا ازاي لكن انا عايز اقول البداية. المدير الفني للاهلي او حتى لو المدير الفني للزمالك ليس من حق الاهلي انه يتكلم عن المدير الفني للزمالك طبعا وليس من حق الزمالك يتكلم عن المدير الفني للاهلي صحيح الله يا سيدي انا بس الضوابط اللي محتاجينها ما انا بقول لحضرتك خطوره السوشيال اللي انت قلتها ما انا بقول لك دي ضوابط يعني مش محتاجه نناقشها لو فشل فشل على اداره النادي وعلى الجمهور اللي هو مستحمله على اللعيبه لو نجح مكسر الدنيا وطلع عكس البتاع برضه يبقى الاختيار كان صائب وبتاع والكلام فانا هتستفيد منه فانا عاوز فاللي انا عايز اقوله ايه؟ ما تيجي نطلع من الدايره دي ونسيب كل واحد يشتغل في حاله، يعني ايه؟ خليك انت في فرقتك
وانا في فرقتي، ولا انا اجيب سيرتك ولا انت تجيب سيرتي، ولا انا اتكلم عنك ولا انت تتكلم عني، ونحترم نفسنا ونخلينا نعمل منافسه. بلاش بقى نقعد بقى على المنصات ونقعد نتكلم مصمص في شفايفنا ونتكلم على الاخلاق وعلى اللي بيحصل في اوروبا واحنا مش عارفين نطبق 1 من 10. يعني انا مش مهمتي ان انا اجي كل يوم اقعد معاك ربع ساعه نص ساعه وادشتم في عصام شلتوت فيه وفي الحيطان وبتاع، عصام مش هيرد. لو قعد 100 سنه عصام بتشتم مش هيرد، وما تفتكرش انه ده ضعف منه، لا ده بالعكس ده من القوه، هي من القوه يا استاذ عصام والصلابه في اي انسان يتحمل الضغوط اللي بيتكلم عليها. بديهيات بس عايزينها تنقلب لقواعد بصراحه، انه لا للخلط، وفعلا لابد من ادراك قمه السخونه اللي عماله تتفاعل قدام عينينا كلنا، والكل فاكر انها بتستر يوم ورا يوم. طب وبعدين طب لو حصل انفجار في خطوره، لو حصل خطوره حقيقيه ومش في مش في مش في مباراه جايه، طبعا مش في مباريات سوبر جايه، طبعا ها وممكن يبقى في مباراتين وعندك مباراتين دوري. عاوز اقول ايه، امتى نطلع من دايره دي الشحن اللي ملوش لازمه، ويبقى عندنا كوره ويبقى عندنا جمهور رايح يستمتع وعندنا جمهور مش مشعوب؟ ليه اللعب دايما على وتر الجمهور والحديث عن كلام ليس له اساس من الصحه، والحديث عن مؤامرات غير موجوده غير في اذهان اللي بيتكلموا فيها، والحديث على انه الاهلي اصل نادي الدوله، وكلمه نادي الدوله لو انت جبت مسكت ورقه وقلم وقعدت تفنط مين نادي الدوله هتكتشف المفاجاه عندك موجوده واضحه، ومين المسؤولين، مين بيتولى، ومين رئيس اتحاد الكوره، ومين اللي كان قبل كده، ومين اللي جاي، ومين اللي هيروح. فاللي انا عايز اقوله ايه، فايلر ده جه سيب يا عم تبعاته ونتائجه يتحل الاهلي وجمهوره، يعني لو نجح ده على الاهلي، لو ما نجحش يبقى برضه على الاهلي. انت عندك مدرب، جبت مدرب، جبت مدرب وعامل شغل، عشان اقول لك بامانه جديده مدرب عمل بصمه، وعندك فرقه كبيره جدا، فرقه فيها لعيب، ركز بقى في فرقتك، وعندك طموحك، وعندك عندك بطوله كاس، وعندك افريقيا، وعندك 6 7 بطولات. فاللي انا عاوزه كل واحد ينشغل بعيوبه عن عيوب الاخر، وينطلق ويضع في حساباته ان انا دلوقتي عاوز ابدا موسم جديد. ليه ما نبداش صفحه جديده؟ ليه ما ننسى كل اللي ورا يا جماعه؟ بنتكلم عن كوره، عاوزين يبقى عندنا كوره. ليه داخلين في مشاحنات على كلام فاضي والنتيجه صفر؟ منتخب ما فيش نتائج، وادينا عندنا منتخب الأولمبي مش عارفين هيعمل ايه في شهر 11. فاللي انا عايز اقوله، الاهلي جاب مدرب اختاره حسب وفق ظروفه، طلع الدكتور طه قال الراجل كذا كذا، وانا كمتابع للفتره دي عاوز اقول للناس يا جماعه ممكن ما تفتكروش، الاهلي سنه 99 جاب مدرب الماني اسمه هانز ديكسي او ديكسي ديكسي ديكسي, ديكسي. وبعد فتره اكتشف النادي الاهلي انه ده مدرب لياقه بدنيه على فكره، وكان رشحه ديتر شفايتسر. كان ايه القرار؟ كان محدش يعرف الكلام اللي تم ده، وكان معاه الكابتن مختار وحسام بدري لسه طالع والمجموعه دي. عارف القرار كان ايه؟ القرار انه اتجاب لجنه الكوره وكيب صالح قال له انت راجل على عينه وعلى راسه، هتقعد كده على الدكه مدير فني، بس اللي هيدير الفريق مختار مختار. هي نفسها كانت مع مختار. خسر الاهلي ما خدش فيها السنه دي الدوري، خد فيها الكاس من المحله. حتى الراجل وهو ماشي قاعد يبكي منهمر من اللي حصل والظروف دي. انت هنا لما حصل هذا الامر انت كرد فعلك كمنافس ايه؟ خدت بطوله من الناحيه الثانيه، ما انت مش عاوز مثلا الاهلي يسيطر على كل البطولات، ده الصح وده الحقيقي، يعني لازم يبقى في منافسه، فريق رايح وفريق جاي وبطوله عشان يبقى عندك منافسه. يبقى انت ايه؟ من الصالح انه الاهلي ما يجيبش لعيبه كويسه، من الصالح انه ما يجيبش مدير فني كويس، من الصالح انه عنده مشاكل وانت تلعب لك. سيب الاهلي في حاله، يعني انا بقول اهو طلعوا الاهلي من دماغكم كده، طلعوه بره كده، ها وكل واحد يركز في نفسه. انت محتاج مع بدايه موسم للكثير يعني من الكلام حوالين فعلا ضبط كل الادوات دي، وفعلا يعني ابراهيم دايما يروح حاطك في حته كده مهمه، قال لك دي بديهيات، احنا مش لسه هنقول طبعا يعني مش من يعني مش محتاج كلام يعني يعني عايزين نحط قواعد، نحط قواعد نعمل ايه؟ لا ما هو المفترض كلام هو كلامه صح ابراهيم في المنطقه دي. عاوز اقول لك ايه؟ يعني انا عاوز اقول ايه؟ انت زي ما بتقول ضبط الاداء الاعلامي، ضبط الاداء الرياضي للمسؤولين كله، اصل ضبط مش الاداء في كل شيء، مش تبدا يعني انا يعني مش من الصالح ان احنا نحول حتى حياتنا وعلاقتنا مع بعض نخسرها، وديننا اللي احنا بنتكلم عليه نعمل عكسه. مش ممكن كل يوم نقعد نشتم في بعض واحنا سايبين. طب انا عاوز اقول، عاوز حد يجيب لي برنامج يقول لي ازاي نطور كره القدم، ازاي نرتقي بالمستوى الاداري والطبي والمنافسه، واللعيب يبقى عنده يعالج عيوبه ازاي؟ عاوزين حاجه تتكلم، ايه برامج اللي كلها شتيمه والمصلحه مين؟ وباقي الناس كلها بره بتضحك علينا. يعني ليه احنا اطلع دلوقتي امسك ابراهيم يسعد انتقد واجيب له فيديوهات واعمل له قضيه واقول عليه كلام؟ يعني ايه اللي انا استفيده؟ وفي الاخر تقنعني انك انت قلبك ابيض، وتقنعني انه ده من الدين، وانك انت يعني هل ده صح؟ يعني بتضحك على مين؟
انا حزين ان احنا وصلنا للمرحله دي يا استاذ عصام. بص حضرتك انا حزين للمساله. لا تستغل انه صمت الاهلي ده ضعف، يعني بعد الجماهير الاهلي متحمسه شايفه ان ده الصمت ده قوه، ده الصمت ده قوه، ده انت الكبير الكبير. احنا يعني اخواننا كلهم عارفين في الشارع في البيت لما يكون عندك راجل كبير وحاجه محترم بيدي شكل للمكان، بيحافظ على اسرته، هو بيحافظ على عيلته. التحول كمان نحو الرد في الملعب ده اول ما يمكن ان هو يجلب لك كل يا سيدي ما تشعر انه مش بتاعك. يجب يكون الرد في الملعب، ما هو بقى مش الرد في الملعب. انت هنا لازم وانت معدي تقول للناس في الجبلايه لازم تخلي بالكم ان الضبط والربط يبدا على الخطوط، يبدا بتعريف المعرف، يبدا بانه احنا مش محتاجين على هذه الطاوله المستديره او المستطيله ناس تفتكس، عايزين ورقه مترجمه للكورة في كل الدنيا تطبق هنا من ثواب وعقاب، واللي قاعد عنده ايدي كارت ما بيقومش الا في المنطقة الفنية، ما بيقولش الا كذا، ناس معاها سماعات، ناس معاها الرزاز المتلاشي ده. مرة قلت لهم قاعد يضحكوا حتى هاتوا معجون سنان باظ من شركة مش هيجرى حاجة. يعني لما الكورة ما تجيبش 18 مليون علشان تحط فيها الفار يبقى احنا هنهرج بقى. ايه ده يا راجل، ده انت لو عملت دوره رمضانيه هتعمل حاجه يا استاذ ابراهيم. معلش قبل ما كلام من الاستاذ اسامه، طب انا عاوزك تجيب لقطات، يعني المفروض نجيب ونزكي اللقطات اللي كانت ما بين النجوم الاهلي والزمالك في الفتره اللي فاتت، وحجم العلاقات اللي كانت قويه ومتبدده، وكان الناس تقعد هنا والناس بتقعد هنا. شوف في زمن انا تملي محمود بقول لا يمكن تسمع كلمه سلبيه من واحد زي كابتن حسن شحاته او كابتن فاروق جعفر، وكان كابتن طه بصر عليه رحمه الله عن الاهلي، وحازم امام، وحازم وكابتن حلمي طولان، ناس كتيره قوي دول بقى الرياضيين. احنا في مجموعات كده على مدار الاجيال اهلي وزمالك بنقول لهم انتوا شبه بعض، الناس ما بتفرقكوش، حتى جمهور الاهلي يشيلك والتاني جمهور الزمالك يشيله. الحكايه دي شبه العالم على فكره، مش طيب خاطر من المصريين، الدنيا كلها كده. احنا ليه انقسمنا كده؟ يعني ليه بينا صفين؟ ليه ما بقناش كده؟ ليه ما عندناش هدف؟ يعني عاوز اقول لك لمصلحه مين يتم الكلام ده؟ طيب وليه هنستمر الفتره دي؟ ربنا يعديها على خير. يعني هتعدي جزئيه مين المسؤول؟ في اراده للدوله يا جماعه، في جزئيه مين المسؤول؟ اتحاد الكوره، لجنه جديده، لجنه مؤقته، خمس افراد، العدد قليل، يقدروا يشتغلوا بشكل سريع شويه، بداوا بدايه كويسه جدا. دي اللقطه يمكن شوارب بيفكرنا حسن شحاته والخطيب، طبعا كابتن حسن وكابتن الخطيب لما حصل هتاف من قبل جماهير كابتن حسن، كابتن الخطيب راح مستأذن الحكم الأجنبي وقتها، الراجل بقى قبل الصفارة هيصفر كان، وتم السيطرة على الجو تماما. أهو أهو الحكم هيصفر، الراجل خد الصفارة رجعها. استنى في إيه؟ أيوة. لا استنى، بص دي مشكلة احنا هنحلها مع بعض. حتى بيتابعهم مش عارف هم ماشيوا ولا بالزبط. إيه بالظبط، بمجرد ما حيا الجمهور ومعاه كابتن حسن في إيده انتهى كل شيء. دي قيمة النجوم ومسؤوليات النجوم. النهاردة بقى بعيدا عن اللقطات العظيمة الجميلة دي، بقى في ضوابط هي اللي بتخلي الصورة دي متكررة ومتلازمة طبيعية جدا. لازم بقى بطيب خاطر النجوم الكبار، القانون يفرض كل الأشياء. أيوة. وبالتالي من غير قانون مش هنستنى للعرف، مش هنستنى لابن الأصول، مش هنستنى للكلام ده. احنا محتاجين ان احنا نفعل ده. اللجنة جت زي ما حضرتك قلت بدأت بكلام مهم حوالين الكرة المصرية وإرادة الدولة، وأنا أفضل أقولها كده وتحتها مليون خط. تمام. الدولة تمتلك إرادة أكثر من يعني 100% للتحول نحو أمن قومي في الرياضة وكرة القدم في القلب منها أمن قومي، استثمارات، شراكات هنا ومن الخارج ومن الداخل، لكن كل ده مسؤولين عنه ناس. فهل هيصروا وهيترجموا ورقة أستاذ إبراهيم أو أستاذ محمود وينفذوها، ولا لسه هنقعد عشان نسمي الرابطة لجنة ونسمي رئيس لجنة الحكام حكم ونسمي رئيس لجنة المسابقات متسابق؟ في كل العالم الناس بتجيب كونسولات عشان اللي هو كونسولته بالبلدي يعني علشان يدير لها التحكيم، ويجيبوا حد مش عارف من الدوري الألماني الأسباني علشان يعمل مسابقات ويحط لمدة موسمين ثلاثة باليوم والساعة والثانية، وانت تبقى فاكر على رأي العندليب العظيم الله يرحمه تبقى عارف كل حاجة. لكن عشان تقول لي لسه الحكم هو من يحكم واللي لابس الشرط هو من يدير وكذا، يبقى احنا كده رايحين في سكة تانية. طيب. البشرة محتاجة يبقوا قدها هذا الخماسي الرائع. طيب. اللي كلنا قلنا لهم اهلا بيكم عشان يبقوا قدها، وتبقى المسائل برضو فيها قدر من الوضوح.
اللجنة المؤقتة رفضت دورة الطردية اللي هتتعمل بين القسمين الثاني والثالث. وكان سبب الرفض المسابقة بدأت بنظام تنتهي بيه، وإن الشروط اللي بدأت بيها أي مسابقة تنتهي بيها. طبعا. وده كلام حلو قوي. معايا 10/10 قمة المنطق. بطولة كأس مصر بدأت النهاية بدون جمهور. وشروطها المرسلة للأندية إنه من الدور الأول للدور النهائي بدون جمهور. مش كده؟ تمام صح. الأهلي لعب بدون جمهور. طبعا. الإسماعيلي لعب بدون جمهور. صحيح. يعني الفرق الشعبية الكل لعب بدون اللي ليها جمهور ما استخدمتش هذا السلاح. ليه تفاجأ إنه في المباراة النهائية في جمهور؟ طبعا. لو الأهلي اتكلم بقى وشمعنى الاهلي اللي اتكلم؟ لا هو انت في النقطه دي محتاج الاول اللي قال في جمهور يقول لنا هل على خلفيه ايه بالظبط هو يعني قال في جمهور. تكافؤ الفرص ان كل الفرق بدات المسابقه بشوط، حتى الفرق اللي خرجت، ما هي الفرق اللي خرجت فرق جماهيريه. الاهلي لم يستخدم جمهوره في مباريات الكاس وهو اضافه. الاسماعيلي لم يجد جماهيره تسانده في مباريات الكاس. الاتحاد السكندري الفرق الجماهيري المصري، كل الفرق الجماهيريه لم تجد جماهيرها. صحيح. ليه إذ فجأة يبقى النهائي أنا أتمنى أن الجمهور يبقى موجود على طول، لكن مش فكرة منع عن مباراة. أيوة احنا بنتكلم، هل أنت عندك رغبة بعودة الجمهور ابتداء من السوبر؟ هل ماتش السوبر لما يتلعب هيبقى الجمهور يفترض ده يعني ألف باء مفيش كرة تاني من غير جمهور، وإلا يبقى اللي جاي زي اللي رايح زي اللي واقف زي اللي قاعد. يعني إيه كرة من غير جمهور يا جماعة؟ كرة من غير جمهور يبقى نعرف بقى بتصرف منين وبتجيب منين. شوف هي العدل أقصر الطرق. ما أنا بقول لك أنت عايز تتكلم عمل لجنة جديدة عندها هذا القدر من القبول، حتى لأن الحياة كل الوسط الرياضي أو غالبيته رحب باللجنة. أنا قلت لك بنقول لهم اتفضلوا للمساندة. تمام. لكن في بعض المعايير لازم تتوحد. هو ده سؤال يوجه للجنة. لماذا تم التراجع عن انت عملت مبدا قلت انتهت مسابقه ورفضت دوره الطرديه والناس اللي عملت دوره الطرديه والحدوته وخص خلاص طلعت من بره، جيت في الكاس قلت ان المباراه النهائيه هيبقى فيها بجمهور. طب على اي اساس؟ ما احنا كنا نتمنى يطلع كلام حتى يعني يقول ما هل هي مثلا ربما تسويقا ربما تمهيدا. لا اصل ما يصحش النهائي يتلعب بدون جمهور. مفيش حاجه اسمها كل نهائيات الكاس اتلعبت بدون جمهور. مباريات الكاس ده مش اختراع جديد. وهل السوبر هيبقى بدون جمهور؟ يعني السوبر اللي جاي السوبر المحلي اللي بين الاهلي والزمالك هيبقى برضه بدون جمهور؟ الاهلي والزمالك السوبر اللي جاي لسه الجديد لسه اللي فات. يعني ما هو ده برضه خلي بالك ايه؟ ده سؤال داير وبيبحث عن اجابه. ليه ما خليتش انت مبدأك واحد؟ عايز ليه؟ يعني اذا كنت لانه بالقطعه بصراحه. لا ما انا عشان نتكلم بصراحه القرارات بالقطعه. بص انا معاك انه النهائي ما ينفعش يبقى بدون جمهور طبعا، مش مختلف معاك واي حد ولا كل. بس انت بصيت لنا بصه حلوه من الوينج ليفت. كنت هتفهمها لو قالوا الكاس بجمهور والسوبر بجمهور وكل يعني الماتشات اللي جايه خلاص بدأنا كله بجمهور بالزبط. يبقى كده خلاص كلام مفيد يعني. بس عايز اقول لك لكن بالقطعه دي صعب برضه يا ابراهيم. في حاجه برضه قراره مش من راسه. لا بس خد بالك يعني عايز اقول لك على حاجه برضه. يبقى هو اللي غلطان صراحه. قرار يبقى هو اللي غلطان. انت يعني احنا متفقين على انه القرار مش قرار برضه اللجنه ومش قرار برضه يعني. لا لا انا اعتقد لا القرار عندهم هم. بس خد بالك حاجه، قرار المنع ممكن يكون مش بتاعهم لانه تبقى في اعتبارات. انما قرار جمهور، انما قرار حضور الجمهور لازم يكون هو كاتحاد اللي طالب او موافق في الحد الادنى موافق. يعني العكس هو اللي يحصل. لو في هناك ما يمنع بتمنع الجمهور. صحيح. لكن هتقول لي هو في جمهور يفرض عليه؟ لا بصراحه هذا قرار. يعني انا شايف ان هو يعني ده خطا ارتكبته اللجنه، وهي المفروض تطلع تبين تقول بيان احنا ليه رجعنا الجمهور في الموضوع. وده اللي انا بقول لك يبنى يعني عليه. وكان زي ما الاستاذ عصام برضو انك انت تقول ان السوبر اللي جاي وجمهور خلاص انت عادة الجمهور انتهى الموضوع. بس هنا بقى هنا وبس هنا ودينار راس الحربه راح قايل لك ايه بقى؟ لا وكله مش بس والسوبر خلاص. لا لا يعني عاوز اقول لك هنا نقطه ومش من اول السطر. لا خلاص اول السطر عدى، دي نقطه تتحسب عليك وكمل الصفحه. لا تكمل الصفحه بقى خلاص. انت اول نقطه اهي اتفضل حضرتك انت اول حاجه تراجعت فيها اهو مثلا يعني. طيب. دي برضو من الحاجات اللي برضو يتم الكلام في ليه انت عملت كده. هو اكبر مسانده للجنه يا عصام انه يبقى فيه دايما وابدا مكاشفه لاي خطا يحدث. ده لابد، لانه انت بتتصرف الجمهور بيفهم انطباع غلط
لازم أن تكلمه، لازم أن تقول له ده ليه، لازم يقول له، لازم يطلع يعلن ده مش من وراء حجب، ولازم يستحضر كده وجوده ويطلع يعمل مؤتمر صحفي يقول لنا فيه الكاس، نهائي الكاس 1-2-3 ثم السوبر ثم بدء الموسم، ويوزع ورق كده في المؤتمر الصحفي. عايزينها تبقى حلوة بقى، عايزين حاجة شياكة، عايزين حاجة على مقاسنا، هو ده حلم؟ طيب اتقال من ضمن برضو النقط الإصلاحية اللي المفروض هتشهد المسابقة ظهورها في الفترة الجاية، هنلاقي لجنة إنجليزية هتحط جدول الدوري أو شركة إنجليزية، هل تتوقع أن ده يقدر يظبط الجدول؟ طبعا لأنه أنت ما عندكش غير معيار واحد، المعيار الواحد هي أن احنا نخرج من فكرة من يمثلون مصر، كل الأندية بتلعب من مصر طبعا، تفرح جزء من الشوارع طبعا، لكن ده قلنا صناعة، الصناعة تستوجب ان حضرتك لو ما تقدرش تمول الرحلة في 6 أيام 5 أيام حسب يعني ما تقدر تبقى راجل بتستثمر من كرة القدم وفيها، يبقى بالتالي ما تروح ليش تقعد 10 أيام وتعطل المسابقة بتاعت المنتخبات بتاعت مبيعات الدوري الأساسا اللي هو المصنع الأصلي اللي جوه البلد، ومن ثم لازم تحط ضوابط من النوع ده يفرضها زي ما بيقولوا دكتور أجنبي لا مني ولا منك يعني غير ناطق بالعربية من أساسه، كل اللي هيقوله هيبقى هو ده الكلام، على شرط أنه زي ده اللي كنت بقوله لكم أول ما بدأنا، أن كنت أملي مع عمرو الجنايني تحديدا لأن هو من زوار أوروبا وراجل بتاع بيزنس شغلته الأصلية ومعه مجموعة طيبة زي ما حضراتكم تفضلتوا وقلتوا مستبشرين بيهم، أنه ينقل لنا ده. إحنا ليه عايزين ناس تقعد عشان تقول هنعمل إيه أو تألف دوري أو تفكر في دوري أو تطرح حلول؟ يا عم ترجم مصر، والله العظيم مصر في افريقيا زي المانيا واسبانيا في اوروبا طبعًا عادي طبعًا جدا يعني طبعًا عادي جدا يعني. فالموضوع محتاج لجنه انجليزيه واخرى. ما نفى الكلام ده، سمعوا قال الكلام ده ما حصلش. يعني طب هجيبهم ازاي ينظموا ده؟ نضحك على بعض ولا يعني هجيب الواحد انجليزي يقول تعالى نظم لي المرور وليه مثلا؟ ليه هو اصلا ما نزلش مش عايش في البلد على ظروفه؟ لا ده مش هينظم، ده هيعمل مسابقات يا فندم. انا مش مختلف. وليه ما تجيبش بوساكا يمسك لعبه؟ اديني فرصه اقول لك هو قال الكلام ده. لا انا مين قال ان انا هجيب؟ ما حصلش. انا مش مختلف معاك، يا ريت اجيب. احنا طالبنا من بنتكلم لنا 20 سنه بنقول نفسنا نجيب نعلم الحكام بتاعنا نجيب لجنه من الانجليز. الله، هو السعوديه والامارات وقطر والناس دي كلها سبقتك ليه في التحكيم وعملت شغل؟ مش جايبه لجان وناس بتتعلم وبتعمل جيل وفي جيل بتطلع وبتجهز؟ انت اللي سابق الناس دي كلها، بقيت انت لو مخسر في المؤخره مش عارف تعمل خطه. انت محلك سر. بس هو فاهم انا قصدي ايه. هو رجع في الكلام وقال ايه؟ لا مش هجيب لجنه الانجليزيه. من قال كده في الحوار الاخير اللي عمله؟ قال لك الكلام ده مش صح، انا اعتمد على اللي عندنا. لكن هل لو هو جاب انا اقول لك ضدك؟ لا. طب مش المشكله انك تجيبه ويعمل لك الدوري؟ انا عاوزك تجيب حد يعلمك ازاي تعمل جدول الدوري. ما هو ده مش هيعمل لك يعني. عاوز اقول لك التفكير يكون ايه في حاجتين يا عم عصام. في حاجه ان هو يعلمك ازاي تعمل جدول الدوري، وفي حاجه ازاي يطور لك التحكيم، وازاي يبقى عندك حتى في لجنه فنيه. احنا لينا كام سنه بنحكي على اللجنه الفنيه سوري فنيه اللي في اتحاد الكوره. عاوزك مره وديك انت بتغطي اتحاد الكوره، شوف لك كام سنه وانت تقول لي في لجنه طلعت بقى تقرير فيها قالت سلبيات الموسم الكرب اللي انتهى 1-2-3 والايجابيات 1-2-3. اتحداك ولا عايز ايه من ولا كلمه الجاي. ولا في خطوه. هل قالت لك انهيار قطاعات الناشئين النهارده واعتماد المدربين على المجامله تدفع عشان تلعب؟ اللي اصبحت في خلي بالك في مصر تدفع. ما هو ده اللي عايزين تدفع. بقول لك اهو هنا بقى هنا عارف لو عمرو الجنين عمل حاجه واحده بس، لو عمل حاجه واحده في كل اللي هو جاي يعمله ده حاجه واحده بس، عمل في قطاع الناشئين حاجه، طور حاجه بس فيه وانقذ الناس الاجيال اللي طالعه دي، او حتى عمل دوري منتظم زي ما عمل الكابتن عصام مني في 2004، موسم بدا كذا موسم انتهى كذا، ودي كانت صفقه ولو كان نتيجتها ان عصام مني اتعمل زي ما انت شوف، وعمل الجامعه اللي هم 45 بعد خلوها 90 85 بعد خلوها 95 بعد خلوها 120 وبعد قال لك طب شيل يا عم الراجل ده خالص، هات يا عم نعمل ايه الحدوته. هو ده نفس النظام. انت عشان تعمل يا عم الاستاذ عمرو الجنايني خطوه، ده انت لازم عشان تحمي كل حاجه تعمل لازم تحطها
في 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 قرار من قراراتك معتمده في اللائحه اللي هتعملها. يعني لما تيجي تغير نظام الجمعيه العموميه لازم تحط قرار عشان اللي بعدك اللي هيجي ما يشيلوش. يعني انت ايه مش في العدد كده بقول لك ورقه مترجمه. ما انا بقول لك التغيير في من يختار في الدرجه الاولى والثانيه والثالثه في حكايه العدد. ما انت لما تقلل ويبقى عندك مثلا 70 ولا 75 غير 240 برضه. ما يعني انت ممكن يبقى عندك ال 240 بس فيهم ناس سايلنت مالوش دعوه برفع الايد. ما ايوه ماشي خلاص بانه ياخد الخدمه. هو هل هيقدر؟ بس برضه في النهايه احنا لا يجب ان احنا نحمله انه هيصلح كل حاجه. طبعا في النهايه فرصته وإرادة الدوله موجوده. ماشي بس هي لجنه لمده سنه عندها مهام محدده. وده اللي حصل في هي دي. هي دي هي المهام دي والله يا ابراهيم. واحده منهم تعديلات لائحه النظام. انا بقول لك هل النظام الاساسي هتقدر الجمعيه العموميه لان هو مش هيغير. هو هيستدعي الجمعيه ويعرض ويشوف. هل لو انت جبت الجمعيه وفرضت شروط تقلص بيهم العدد هيقدر يعمل ده؟ طبعا لان الدوله هتقول لهم كفايه كده ايها المنتفعون. خلينا نتكلم بصراحه يا اللي بتاجروا قطاعات ناشئين لمستثمرين. ايوه كل الكلام ده تدمير. موجود تم التدمير في مسابقات وحضراتكم عارفين. بس نقول للجمهور اللي بيحترمنا او يفترض انه يحترمنا انه في مسابقات اصلا بتعمل على الورق حضرتك. وفي اصلا حكام بياخدوا ورق من مراكز الشباب عشان لازم يبقى لاعبه ان هو الممارسه عشان يبقى حكم. اذا اوقف هذا الفساد العارم يبقى بدا دخلوا كره شاطئيه في الصعيد. ما انا بقول لك يعني انا ما عندناش بحر. الناس ما فيش بحر تلاقي بس ما فيش فريق بطيش عامل كره شاطئيه. وما سمهاش غير بطيش ما سمهاش لي ليه بنلعبها فيها بطيش. يا ريت يعني انا عاوز اقول لك على حاجه. ما سمهاش لي ليه انا بكلمك سميها الكره النيليه. كره النيليه عندنا النيل والحمد لله. بس انا عاوز اقول لك ايه انه حتى يعني شوف انت لما تيجي يعني هتعمل كره شاطئيه في الصعيد. طب انا عاوزك تاخد نفسك كرئيس اتحاد كره معين واللي معاك تروح تزور الصعيد. يعني تروح تزور سوهاج وتنزل على هنا. سيب سوهاج عندها روح هنا. اذا لقيت في ملعب انا بكلمك اهو لو لقيت في ملعب لو لقيت في اهتمام اصلا بحاجه اسمها كره يا راجل ده هنا قلصوا الفرق خلوهم مش عارف فرقتين. يعني انت يعني احنا بدل ما نوسع القاعده انت بتموتها خالص. انت مش حاسس بخطوره الامر. فاللي انا عايز اقوله لك لو هو عمل حاجه عصام عمل حاجه واحده عمل دوري عمل جدول بس هنتهي كذا. يبقى الراجل ده عمل خطوه في مصر. عمل حاجه واحده عمل قطاعات الناشئين وانقذ الناشئين من براس الاستغلال والابتزاز اللي بيتعرضوا له حاليا. قال المستثمر ياخد نص الفريق والنادي عنده نص الفريق. فريق 30 15 للنادي و15 للمستثمر يلم عليهم فلوس قال عشان يصرف على دول. هو بالبلدي بيقول لك سؤال يقول لك احنا بنسجل 30 انا هدي لك 10000 جنيه مثلا تديني 15 ياخد من كل واحد فيهم 10000 جنيه. فطلع هو شوف انت عامل ايه. انا بوريك ايه. شوف احنا الكوره اللي المفروض بتدور على الموهبه وتبقى متاحه للكل اصبحت الان هناك كوارث وحصلت من لعيبه من نجوم كبار نصبوا على اطفال وقتلوا احلامهم. ناس باعت اراضيها ما تملك عشان يجيب مثلا استغنى ب 50 و 60 الف جنيه ويقول له تعالى العب في الحته الفلانيه. ناس جت من اخر الدنيا من ابو تشت عندها طموح اتسرقت هنا. عارف ايه المشكله؟ ب 25 الف جنيه. انا عاوز اقول لك ايه ده كلام هو محتاج. هو عمرو الجنايني من اخطر الملفات. هو عارف ايه المشكله؟ اللي هو الناشئين. عارف ايه المشكله؟ انت كنت معايا لو فاكر في حلقه لما طلعنا مع بعض جايبين الناس اللي اتنصب عليهم اخرهم محضر شرطه. يعني قانون اخر. ما هو كلهم عملوا محضر شرطه في بلاد اقل منا جمالا مالهاش دعوه بمحضر الشرطه لان الشرطه هتعمل اثبات الحاله. بس ليها دعوه بمحاضر وقوانين كره القدم اللي ممكن تغلق ممكن تحول واحد حتى لان اللي هو الجزء النهائي المعامله اللي فيها جريمه مش موجود. عشان كده البعض يعني عاوز اقول لك ايه بيرتكب كل ما اوتي من اهم حاجه اصبح لغه المال اصبحت هي اللغه المسيطره على كل شيء الغالب على كل شيء. صحيح. ضاعت معها الا ما رحم ربي الاخلاق. يعني خلاص خلاص المال بقى رقم واحد. فاللي انت بتشوف عليه بتدور عليه دلوقتي انه عمرو الجنايني جاي في وقت صعب جدا عليه محتاج مسانده من الدوله رسميا انه يبقى موجوده فيه. خلاص انت ايه انها موجودة. بس ايه ان يتحلى بالعدل. أيوة. وان يضع في اعتباره انه هو في السنه دي لو وضع بصمه سيكتب في سجل وباحرف من ذهب ان الراجل ده جه في فتره عمل كذا عمل 1 2 3 4. تقعد الناس تكتب وتقول ايه ده جه راجل هنا في وقت انقذ
والسفينه بتغرق راح مساندها كده وراح مطلعها لفوق. هو ده اتحاد الكره محتاج. كره القدم في ازمه. عاوز اقول ان احنا غياب عن وطرات الناشئين يا استاذ عصام تراجعه منتخب في ازمه كل ده سهل. ماشي فتحت الباب الاحتراف على مصراعي. عندك اربع خمس لعيبه محترفين وانت ما عندكش راس حربه وما عندكش نص ملعب وما عندكش حارس مرمى. كل الحاجات دي فكرت لازم تبقى في اطار. لما تيجي تجيب لعيب تقولي كل لاعب 30% مش هقول 50% من ماتشات منتخب. فكرت في كده كاتحاد كوره ما فكرتش. حطيت لائحه. انا بقول لك حطيت لائحه انه لاعب دولي. اللاعب بيمضي وهو طالب. وهو طالب ومجند ومحترف. وفي مدربين وحضراتكم عارفينهم معاهم اخلاء طرف دي ولا اسمها اذن من شركه هو موظف فيها يقول لك عشان المعاش. يا عم ارحمنا معاش. معاش ايه يا عم؟ معاش اللي زعلك. بص الاوقات دي والله ما كلام انشا اللي بتخلق فيها قصص جديدة وناجحة وتحولات. بالزبط. هو يمتلك الإرادة والشجاعة ويتجرد وياخد فرصته. يا ده يا بلاش. يعني بالزبط. إيه يعني نظام مترجم. أنا آسف مش رؤية جديدة. والنبي لو عملنا 100 رؤية جديدة عليه الصلاة والسلام ما ينفع. عايزين نظام يقولك إيه أصل في حاجات ما تنفعناش اللي هي إيه ما هي معروف اعلانات خمور وسجائر مش هنعملها. عم هنعمل عصير قصب وقرف. يا عم انت رايح لي على الاعلانات. لكن في مصالح لناس لازم تمد ايدك توقفها. يعني ايه فرق لا بتبيع مج ولا تذكره ولا الباس هيجي يشتري منه ويلعب؟ هو عمل منشآت طبعا. هو ادي الدنيا لمحيطه طبعا. يلعب 11 سنه وكل البراند بتاعه يتحط على فريق شعبي. شراكه استثمار حقيقي. لما ده هنا اللي بيستثمر بيقول لك ايه وانت مالك اشترى محمود صبري بكام؟ ازاي؟ طب مش نساله محمود صبري ضاف جنيه تذاكر وجنيه مشاريب وجنيه حاجه ساعه؟ مفيش. شفت انت بقى انا مستمتع واكيد حضراتكم مستمتعين بالوينج رايت والوينج الكلام المهم جدا. لكن السؤال المحرج مين مدرب المنتخب؟ عصام شلتوت هيختار ومحمود صبري هيختار بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد مستمتعين بالحوار الحقيقه بين الطرفين او الوينجين الناشئين الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمود صبري. الاستاذ عصام قبل الفصل كنت بتكلم على ملف التحكيم في اتحاد الكوره قبل ما ننقل لملف المنتخب. لو ثروت سويلم الفتره اللي تولى فيها عين الكابتن سمير عثمان رئيسا للجنه الحكام. شكل سمير عثمان لجنه بدا يشتغل واذ فجاه محدش عارف ليه مشي سمير عثمان وليه جه جمال الغندور. لانه سمير عثمان اتقال ان هو راجل عامله مع الاهلي وحتى دي لا تعفي جمال يعني حلل في قناه الاهلي. وجمال طب ما جمال غندور عامله في قناه بيراميدز يعني. خلينا واضحين. لكن هي المقاييس مش كده. هو الاهم من ده جه ليه والتاني مشي ليه ان اذا ما كانش صديقنا عمرو الجنايني عارف ان التحكيم في مصر عامل زي شجره العيله. يعني وانت بتقول الغندور تروح عيله يبقى معاه فلان وعلان وتركان. وانت بتقول عصام عبد الفتاح جروب طبعا جروبس ابوستروفيس مش عايز اقول شله يعني ابوستروفيس خليها جروب شياكة. الجروبات دي مسموح بيها بس لو هتعمل مجرده مفيش مشكله يعني. نحن كثيرا ندافع عن اصدقاء نرى ان احنا بنتوسم فيهم. اي حد بيجي فريق عمله بالظبط او نتوسم فيهم ان هم هيقودوا وهينقلونا نقله وحاجات كده على خلفيه الفكر. وبالتالي لما انت تبقى شايف ده وما تاخدش بالك ان التحكيم المصري بعافيه قوي. ان التحكيم المصري لازم يتنقل النقله النوعيه بتاع في حاجه اسمها بر الامان ولا خلصنا يا ابني ولا مش عايزين مشاكل ولا يبقى في ادوات ناقصه ولا يبقى 4 مليون عشان السماعات ما بيجوش. كل دي بقى لازالت حاجات فرعيه. لكن انت اما تجيب كابتن جمال غندور وابنه وابن اخوه حكام بالله عليك ده لو الامام الشافعي هيظلمهم هم هيظلم ابنه وابن اخوه. صحيح. ولن يرضي الاخرين برضه في طبع. كل الاحوال طبعا. لكن انا ما اعرفش ليه ما فيش حد واخد قرار الدوله والساد الرئيس منذ اعلان الكان 2019 لان دي كان فيها كل الملامح بخلاف ما يتم انتاجه على الارض في الدوله في مناحي كثيره للحياه. دخلت على صناعه الرياضه اللي بتبدا بالرياضه للجميع و100 مليون صحه ومن ثم كمان فكره صناعه الرياضه وامن قومي. وده مش كلام انشا ده كلام مهم. وبالتالي حضرتك كنت تاخد ده فورا وتروح على واحد من الاسماء الكبرى ومش عشانه محللا لا
قاد لجنة الحكام في ألمانيا في كذا، يجي هنا موسم كامل يخلق لك جيل، يخلق لك جيل. يا سيد الفاضل مش بالضرورة يبقى رئيس اللجنة حكم، أنا مش فاهم ليه برضو يبقى الراجل ده يديرها شخصية إدارية، إدارية محترفة بتتكلم بالسبع تولسون بالبلدي زي الناس اللي بتسمعنا. كان في اتجاه لكده، وبالتالي يبقى معاه مين بقى؟ المستشار الفني للجنة اللي هيدير فنيات التحكيم بالزبط. لكن أنا مصر إن إحنا في حاجة لنقلة من النوع ده. أخويا محمود قال كل اللي سبقونا، بس أنا ما حدش بيسبقنا على فكرة، إحنا اللي بنقف. ومع ذلك ومع ذلك ما العيب فينا، مش انا بقول لك لا يعني قصدي بالعكس، احنا السبب، احنا بنفرح باهالينا سواء في القاره او في محيطنا العربي، لكن انا بقول لك انه دي الحاجات المعيقه لينا. وبالتالي كنت اتمنى ان انا اشوف كونسولتو يعني اجنبي بيدير سنه مش يجي يدي محاضرات ويمشي. كنت اتمنى اشوف دوري محترفين، ما راجل بتاع التسويق فيه ما بيديش محاضرات برضه، متعاقدين معاه لخلق جيل وكوادر. يا فرحتي لما تقول لي فضل واحمد عبد الله وكذا، مع احترام الالقاب يعني هم اعلام في كل الاحوال واخواتنا الصغارين، لكن من سيعطيهم صك الخبره؟ وبالتالي لا انت عايز تترجم ورقه وتجيبها، ولا انت عاوز تاخد من اراده الدوله دي عشان تعمل لها صناعه وتخلي الشارع المصري والشباب المصري يعود لصناعه بهجه كمان جنب أهميتها على مستوى الدخل، لما يمكن أن يكون بعد اللي ودانهم وعينيهم عن كل خفافيش الظلام اللي بتحيط بينا. ودينا شفنا المنتج في كان 2019. وبالتالي ما أخشى إن احنا كده هنخش على طرديات. طب نحلها أحسن حل؟ لا، قصدي خير الأمور أوسطها. لا، احنا عايزين الحل المحترف الحقيقي بالنسبة للتحكيم، لا اعتراضا على الكابتن جمال ولا تقليلا من راح الكابتن عصام ولا على القادمين، لان زي ما بقولك هي جروب زي ما حضرتك قلته. وبالتالي لن يكون هناك جديد غير انا مش هنجح حد الا لو نجح في كوبر، انا مش عارف هعمل ايه الا ما ايه، نفس الكلام بنفس الصيغ، اعتمادا على ان يعني اللي هيجي اما خبيرا او يعني عنده ضمير. اللي انت قلته بقى، وكل الناس عندها ضمير وكل الناس محترمه، فده طبيعي جدا. انا عايز بقى الناس تيجي عندها احتراف وما عندهاش شغل تاني. طيب كابتن جمال الغندور ابنه وابن اخوه على زي ما قال الاستاذ عصام حكام. طبعا ده ابن اخوه على ما اعتقد اللي هو احمد الغندور. كان في منافسه بين السنه اللي فاتت في القائمه الدوليه مع محمد الصباحي. كان محمد الصباحي اعتقد 8 حطوه 8 وحطوا احمد الغندور 7، خدوا 7 الاتحاد الافريقي اعتمدهم. واستبعد الصباح وكان غندور بره. بس طبعا في بقى مش عاوز اقول مجاملات، لكن انا عاوز اقول انه احنا اتكلمنا في ملف التحكيم قبل كده وقلنا مطالب حاجه واحده في التحكيم، في خطوه محتاجه تتعمل زي ما قال الاستاذ عصام، غير ان الشخصيه اللي هتجيبه ده من بره ده كان تاخرنا فيه 10 سنين. طبعا خلاص كان المفروض يجي يعمل لك ايه؟ لابد من كشف الهيئه. مش في مؤسسات بتعمل كشف هيئة للشخص؟ ايه هو المقصود بكشف الهيئة؟ شخصية، بشوف قدراتك وشخصيتك ازاي تتعامل مع لاعب الاهلي ولاعب الزمالك ولاعب الاندية الاخرى. هناك حكام يرون انفسهم وحوشا قدام الاندية الصغيرة وبيقلبوا على حاجة تانية لما يواجهوا الاهلي والزمالك، او العكس يبقى عايز يجيب الاهلي والزمالك او يجي قدام الاهلي والزمالك البعض فتوة. يعمل فتوة ويجي الناحية التانية يعمل عكس الكلام ده. انت مطالب بايه؟ باعداد نفسي، توفير دعم مادي انه الحكم ده مش شغال. بالله عليك يا محمود، يعني عاوز اقول لك ايه، ينفع اروح بفيسبا هاتوله يا اخي ليموزين ب 1000 جنيه يوم الماتش للثلاث حكام؟ ما الكره بتكسب. لا ما ليه؟ لا ده مش ده، لو جت على الفيسبا يبقى كويس. لا انا مش بهزر، واحد يقول له يا والله وحضرناها انا والراجل ده وحضرتك، ممكن تقول للناس على الباب الامن مشكورين يا جماعه، ده الكابتن فلان. ايه ده؟ ايه ده؟ كان من حكم منع وماتش اتاجل بسبب ان الحكم مش معروف. انا بقول لحضرتك وتوقف بره بالساعه والاثنين وكان الماتش هيبوظ. لكن لو معاه واحد من العلاقات العامه بقى، زي لو ابن حد رايح الماتش من زي الحكم الاجنبي اللي انت جايبه وعامله تانية، يا ريت مسؤولين اتحاد الكورة، طب ما يروح معاه على علاقات عامة معايا طاقم التحكيم يا فندم، اتفضل يشعر يا أخي. أنا عاوز أقول لك يا عصام، أنت الحكم بتاعنا هو الحلقة الأضعف. ما بين اتحاد كورة ما بيحموهوش، وبين صراع الأندية الكبيرة والجماهير. الحكم هنا ضعيف، بس ضعف الحكم كان سبب فيه، لأنه ليس الغالبية ليسوا أيوة بقى أقول كده إن هو السبب ليسوا عادلين.
يعني تلقاه يحسب لعبه حاجه ونفس اللعبه في نفس المكان ما يحسبهاش. صحيح. فاللي انا عايز اقوله جمال غندور بقى معاه ابن اخوه وابنه ها دي بقى حدوته بقى هتسقط. وزي ما قال لك عصام يعني هزلمهم. مش ما انا هزلمهم عشان يبين للناس ان انا ايه فهو في موقف صعب برضه هم في موقف اصعب على فكره بس برضه. طب انت جبت الكابتن جمال غندور لا خلاف على الكابتن جمال غندور بس في نفس الوقت هو بيحلل فين؟ في الدوري السعودي على ما اعتقد او الامارات. هل هو ده تفرغ ولا احنا مش هنقدر نديك كل اللي انت عايزه فهنسيبك تشتغل في الحته الفلانيه دي ودينا حته من وقتك برضه ايه جزئيه برضه محتاجه وقت. عاوز تنقل يا تنقل مره واحده يا ما تنقلش شخصيه. عاوز اقول لك ايه يا تجيب واحد يعني انا بقول لك اهو يا تجيب واحد فاضي ثانيا شيلت سمير عثمان طيب ما قلتلناش ايه السبب انك انت مشيته اعتراضك عليه يعني ايه اجي حل في قناه النادي الاهلي يعني برضو عاوزين نفهم يعني برضو احنا طب لو حلل في قناه ثانيه كان يبقى حلو برضو احنا مفتقدين حاجه يا استاذ محمود ما دام بقى بنتكلم بمكاشفه تستحقها الجماهير المصريه ما برضو اللي شال ده المفروض ما يمشيش ساكت المفروض يقول هو شال ليه هو عارف هو شال ليه انا لقد قدمت 1 2 3 في مده والله العظيم يومين او سنتين مع السلامه عليكم الكابتن دكتور عمرو ابو المجد جاء مديرا فنيا وحط لسته ب المدربين سته ما خدوش ولا واحد احترم نفسه ومشي يا دكتور ما حضرتك لازم تعمل زي مستر دكتور امرو ابو المجد لو في بلد تاني يعني اعمل ايه يعني حضرتك تعمل مؤتمر وتقول 1 2 3 طبعا زنقته يعني هاجي عليه هو انما احترم نفسه ومشي انت وانت رايت نشط الحقيقه رفعها لك عرضيه رائعه مدرب المنتخب الله الدكتور عمرو حط 6 اسماء ما خدوش حد دلوقتي في 5 اسماء محمود صبري ياخد مين لا ما تبلاش تقول محمود صبري ياخد مين لا عشان ما تحطناش عشان كل الناس حبايبنا لا لا مصر يا عم الاختيار لا بص الاختيار بقى صعب ليه وجهه نظري الاختيار بقى صعب والمساله طولت قوي طب ما ترتبهم انا مصمم لا هي واضحه وخلي بالك واضحه ترتيبها حتى من خلال التسريبات ومن غيره إيه يعني كل الترتيبات دلوقتي بيقول لك ايه انه خلاص اتفاق على الكابتن حسن شحاتة ولكن هناك مفاوضات مع إيهاب جلال أنه يقبل بدور مساعد المساعد المدرب العاب في كلام بيتقال كده وفي كلام إنه كابتن حسن يجي دي الازدواجية ما أنا بقولك في كلام بيتقال على إنه كابتن حسن هيجي مستشار أو مستشفى زي زجال وكارلوس البرتو وانه ايهاب جلال مثلا والله ما هي كده ايوه خلي بالك ايهاب جلال يجي صوفيا ابراهيم لازم تسترجع إيه؟ الحمديه الشاذليه ماشي وكذا خلاص بس يجي ايهاب جلال ايه؟ مدير فني طيب هنا في حسام حسن طيب في ناس ثانيه هنا طب في حسام البدري حسام البدري يعني ظلم نفسه بامانه شديده ظلم نفسه ظلم كبير جدا خطى خطوه وبنى نفسه مع النادي الاهلي وطلع طالعه كده جامده جدا ها وبعدين حط نفسه في موقف هو كل واحد له وجهه نظره ونحترمها لكن خسر خسر الاهلي وخسر جمهوره فصينا حسام في موقف صعب جدا اعتقد انه يعني مش عاوز اقول هو خلاص متاخر في الحسابات وربما يكون في الاخر هو خارج الحسابات في المساله دي لكن هنا انت عندك إيهاب جلال وحسام حسن وكابتن حسن شحاته خارج حسابات ليه؟ لا خارج حسابات واضحه يعني مش محتاجة ثواني انا مش هتكلم على انه المنتخب الاولمبي لم يوفق مع اي مدرب بيتعرض لظرف لكن عنده سجل تدريبي مع الاهلي بطوله افريقيا ودوري الكلام ده ما يقللش منه لكن انا كنت نفسي ما يتنازلش عن المشوار اللي بدأه انت بدات مدرب يظل مدير فني كان تظل يعني. مدير فني وتكمل نفسك كان عندك فرصه في السنه دي انك انت تزود نفسك لو انت حتى ريحت تطور تروح تشتغل بره تعمل دورات لكن يعني عاوز اقول لك ايه تبقى مدير فني للفريق اللي انت موجود فيه مش رئيس نادي يعني انت ايه يعني انت حاجه ما انا بقول لك اهو انا لا أنا مش عايز اجيب مدير فني اجنبي ما انا بقول لك اهو ما انا بقول لك ان هو فضل حاجه تانية فضل انه يروح للجانب الاداري لكن ده اثر عليه في الاختيار يا ابراهيم برضه عشان نبقى واضحين يعني دي نقطه سلبيه يعني نقطه سلبيه يعني دي نقطه سلبيه الكلية. دي نقطه سلبيه انه تغييره انه سنه اداري وابعد عن التدريب وعاوز ترجع تبقى مدير منتخب مصر هتقول لي ده انا ما مسيتش الكوره اقول لك لا في حسابات تانية وفي ناس تانية بصها لك وقاعده متابعاك مش يعني ايه مساله مش مساله سهله لكن انت عندك هنا ايه مع حسام حسن طب ليه حسام حسن ما يجيش مدير فني منتخب مصر ليه ده سؤال ليه حسام حسن ما ياخدش فرصته صحيح نجم كبير جدا عنده تجارب كبيره صحيح.
تتحسب فنيا. يعني عاوزين نقول ايه؟ وارد جدا. وارد. هقول لك حاجه، ما حدش قادر يقول له ممكن استعين بيك بس ابراهيم لا، بس او ماشي كل الكلام، بس كل الكلام وارد يعني. يا استاذ اصلا كل الكلام ده من حقك. ما هي الاسس التي ستضعها الاتحاد المعين لاختيار المدرب؟ يعني انت لازم تطلع تقول لي انا هختار، هتقول لي مش من حق اي حد يعرض، بس انت تقول ان هتختارنا عشان واحد، عشان اثنين، عشان ثلاثه، عشان اربعه. طبعا هو رقم واحد كابتن حسن شحاته للتاريخ اللي عمله ولا خلاف عليه، ولكن هل الفتره دي مناسبه انه الكابتن حسن شحاته موجود فيها؟ يعني اللي فيها مش مناسب. لا انا شايف انه برضه ابتعاد برضه الكابتن حسن عن برضه المشهد والتدريب وبرضه حاجات، يعني مش عاوز اقول لك بقى الكوره اتطورت والدنيا مش، لا انت محتاج مدرب شاب. المهمه التي تليق على الكابتن حسن شحاته يا جماعه هي الاداره الفنيه لاتحاد الكره، يعني ما تظلمهوش، يعني ما تظلمهوش، ما تظلمهوش المشرف على هذه الكره شريطة كمان انه يكون معاه ناس بقى معاهم دكتوراه اكاديميين ومحترفين لوضع نظام يشرف عليه ونظر على المنتخبات عشان نبقى سرعه. لكن اذا كان اتحاد الكره لسه بيتكلم عن انه عايز مدير فني سرا، وانا ما اعرفش ليه سرا، ثانيا وهو الاهم ويقول لك ايه وعايزين نشوف مين مدرب عام ومدرب ومدرب مساعد، اللي هو كل واحد فيهم بالمصري فاهم انه بيشتغل عند التاني، العالم كله كوتش وكوتش ستاف، بس في واحد ترينر بيبقى قاعد يزن للراجل وكوتش بشكل جهازه. طبعا طبعا، يعني فكره ان انا حد ما تحطلوش يعني واجيب له الناس، ما تجيب له الناس لو انما يعني انا اجيب لك اكل مش على مزاجك، ده انا لو عازمك يا اخي اقول لك تحب تاكل ايه. صحيح. يعني يفترض احنا ليه مش عايزين نغير النظام وبعدين نحط الناس؟ يعني احنا ليه عايزين نجيب ناس ونالف لهم النظام وعاش عاش عاش؟ يعني انا ما اعرفش احنا برضو بنعمل في الكابتن حسن حتى كده ليه. كابتن جوهري رحمه الله، وطبعا الكابتن حسن هو ثاني اثنين يعني في الاجيال اللي احنا حضرناها على الاقل، هو جوهري اخر ربنا يديله الصحه، اخر مهمه وكان على قناعه بيها وعشت الفتره دي معاه اللي هي فكره الاداره الفنيه. طيب الاداره الفنيه لاتحاد الكوره ربما تحتاج الى جانب اكاديمي، جانب طبعًا علمي. طبعا كابتن حسن ده راجل ابن ملعب. طبعا يعني انت محتاج حسن شحاته مدير فني للمنتخب، لكن انت بتدور على مكان تسكنه فيه، عايز تجيب مدرب فتخليه هو مدير فني للاتحاد. لا طبعا اذا وصلت، لا اذا وصلت لا ده خلي بالك ده المنصب ده الاخطر يا لا. طبعا لا. لا هو اكفأ واحد في كل المرشحين في رايي لتولي قياده المنتخب بشرط كمدير فني للمنتخب بشرط، لكن اخر واحد تحطه مدير فني للاتحاد. لا مدير فني انا قلت اللي مشرفا على المنتخبات ومعاه اكاديميين صح وانجلفت ومعاه برضه عصام ما بتنجحش، ما علينا، يبقى مدير فني بشرط أن يستدعي هو جهاز، لكن ليس بالجهاز الذي اعتاد أن يعمل معه. يعني نطلب منه حداثة شوية أنه ينزل بمعدلات العمر علشان نقدر نخلق الجيل التاني. أبراهيم احنا في كل حاجة عندناش الجيل التاني. طيب محمود طرح سؤال، لماذا حسام حسن لا؟ ما أنا ده برضو يعني مش فاهمه، ما أنا ده اللي مش فاهمه، ما بين عصبية، فكرة مختلفة، ما بين عصبية وما بين حد يقول لك اصل اللي بيعمله مع الفرق ما يتعملش مع الكبار، ما تجربش، ما انا بقى ما هدي الردود. والجزء الاخر انت عايز تتعاقد معاه ولا انت مش قادر تقول له ما تجيبش ابراهيم وطارق وعماد المندوه؟ هسألك انت مش قادر تقول له لا؟ يعني ممكن قوه شخصيه حسام كنجم كبير هيعمل مشكله للي موجودين، وانت عارف الكلام احنا كنا بنشتكي من ضعف الشخصيه. ماشي. ايوه ما خلاص يعني انت هل إيه؟ انا عاوز اقول لك التقييم الفني، ارجع بقى للمعايير اللي انت ارجع بقى ايه للتقييم الفني ولعلاقته مع اللعيبه، وخلي بالك برضو في حاجات كواليس داخل احنا ما نعرفهاش، يعني اللعيبه هي تقدر تقول لك لا ده فلان بيعمل معانا، في واحد يقدر يشدك، في 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 كوتش الناس تحبه، يعني بيقول لك لا ما دام جاي فلان هنشتغل معاه هنموت نفسينا، في واحد يعرف يطلع كل اللي جواك، وفي واحد اول ما بتشوفه مش عاوز خلاص قفلت. فانا عاوز اقول لك ايه، دي من الازمات اللي بتعاني منها الكره المصريه يا ابراهيم. ايه بقى الازمات؟ تقدر تقول لي للتقييم بتاعك مين المدرب المحلي عمل بطوله في السنوات الاخيره مع المنتخبات؟ لا مش المنتخبات، في الدوري عموما يعني، في الدوري. لا في الدوري ممكن يعني في الدوري ممكن في اخر 10 سنين ممكن تاخد واحده معاك برضو ما دام رايح المشوار ده. مين مدرب ما بيلاقيش شغل هنا بيروح يعمل شغل في الخليج وهنا وهنا؟ بكلمك يعني عاوزك تقول لي هات لي مدرب طلع بره، يعني ايه يوم في الخليج خدوه
جون في اي حتى فكروا يعني ده هي انا هنزل لك واحده واحده على المدرب لسه مش هنزل لك على اللعيب. انت هنا عندك ازمه. هذه احد اتهامات اتحاد الكره في السنوات الاخيره انه اهمل صناعه المدرب، انه ما عملش اللي عصام بيقول لك كان يجيب مين خبير اجنبي كبير جدا وادفع له فلوس قد كده عشان يجي يطلع لي جيل جديد طبعاً. اختار مجموعه دي تبني لصالح الكوره اللي انا عاوز اطورها. ما انا لازم كورتي يبقى لها شكل. هي كورتي ماشيه ليه كده من غير شكل؟ لما اطلع وابقى عارف فبفكر ازاي وبلعب ازاي وبربي الاجيال اللي طالعه ازاي وعندي سيستم واحد في الاخر يبقى عندي 10 20 مدرب. لكن ده انت ما عندكش. ده انت بيمشي من فريق وبعد يمون تلقاه فريق تاني، واهم حاجه ايه الوكيل بتاعه عامل ايه؟ يخلصه ولا ما بيخلصش؟ ازاي مدرب يدرب اربع فرق في موسم وخمس فرق؟ انت عندك مأساة هنا. ليه؟ كتر اللي بيحصل ده افقد الثقة عند اللعيبة في المدرب اللي انت جايبه. انت عندك مشكلة في الشكل انه كله متشابه. طيب من هو المدرب اللي طور اداء فرقته بقى عندك شكل في الملعب؟ كل الناس اتكلمت موسم اللي فات على مين؟ على مدرب وادي دجلة اليوناني. اليوناني خلاص قالك تشوف عامل الشكل ازاي. انت في مدرب كان طالع عندك بسرعة الصاروخ زي طارق العش خلاص وعمل شكل كذا كذا وفجأة تراجع خلاص. إيهاب جلال طلع وبعد كده ايه نزل برضه الطمع واغراء المال برضه عمل تأثير. ما انا بكلمك اهو يا صديقي، انا بكلمك وقف ماشي. حسام البدري، حسام البدري، حسام البدري طلع وعنده وبتاع وعمل شكل وكسر الدنيا مع الاهلي. لكن ما ثواني يا رئيس، وبعد كده الدنيا حسام حسن نفس الشيء. يعني عاوز اقول لك ايه، هنا 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 العقليه هنا ايه؟ هنا انت طب ليه ما في، ليه ما حدش فكر بره؟ يعني ايه ليه ما نطلعش بره؟ ليه ما زودش نفسي يطلع بره؟ ليه بره؟ بره الحزبه مختلفه، بره لازم تشتغل بجد بغض النظر عن النتائج. فعندنا اكفاء يا جماعه. يا جماعه اكتر حاجه تميز البلد دي ان المنجم فيه الماده الخام، لكن ما فيش حد بيصنع من الجواهر دي حاجات. يعني متى رايت مدير فني من بعد كابتن جوهري رحمه الله في الاردن ثم حسام ثم علاء نبيل راحوا وخدوا بالجره دي؟ انت قلت كابتن العاش وصديقنا وعزيز علينا، اول ما بيضرب بطوله في حته يرجع، وحسام البدري اول ما يضرب بطوله في حته يرجع. ليه اغاني الغربه اللي مش موجوده في اي لغه في العالم برضو على فكره؟ مفيش حد بيغني للغربه اللي احنا يا غربتي يا حبيبتي يا بلدي وتبوس الارض. ليه يا عم؟ يا كانت مستعمره انت حررت مصر، مصر موجوده بخير. روح افتح عتبه ثانيه واعمل وحط اسمك. امال احنا بنجيب اجانب ازاي؟ ما احنا بنجيبهم كده. لكن انت طول ما التورتايه هي هي يا راجل، ده مفيش وكله. وده برضه اللي لازم نقله اتحاد الكوره. واحد فاتح مكتب احنا عارفين عنوانه، ولا مشغل خمسه سته مفيش وقصص. فطبعا لازم يدور خمسه سته مدربين. على فكره إن في ناس تانية في ناس تانية. يعني اقول لك حاجه، طيب في الكابتن حماد الصدقي، في الكابتن ضياء السيد يقول لك معقوله، وفي الكابتن طارق مصطفى يقول لك معقوله. انا بقول لك اهو، بس سؤال الناس دي ما كانتش اولى مثلا انها تتولى تبقى مسؤوله مثلا في منتخبات؟ طب يعني المنتخبات ما كابتن ربيع ياسين ماسك فرقه. ما انا بقول لك يعني الناس الفتره اللي فاتت دي مثلا، انت دلوقتي دول مثلا من ضمن الناس المرشحين انه ممكن يبقوا موجودين مع مين؟ مع الكابتن حسن الشحاته لو جه. طيب وكل واحد عاوز اي مدير فني لازم يجي، لازم احترم اختياراته. يعني ما ينفعش اقول له خد عصام شلتوت، مش هينفع. يعني عاوز اقول لك ايه، انا جبتك شكل يعني شكل ايه جهازه كله. عاوز اقول لك ايه، وعاوز اقول لك يا جماعه اطلعوا من دايره ايه. لو جه المدير الفني زملكاوي يبقى لازم الباقي الطقم يبقى معاه اهلاوي. خلاص. طب على اعتبار انه بقى مثلا، على اعتبار ايه لو جه اهلاوي يبقى باقي الطقم ايه زملكاوي، على اعتبار مفيش اسماعيلي مفيش مصري مفيش ناس تانية. لا هيدوروا بقى الاداري يجي برضه، الاداري حاجات بقى مهمة. انا بكلمك اهو، بص عايز اقول لك ايه، اذا لم تتخلص من كل الشوائب دي وتبقى هنا، ده هياخد وقت. مش هقول لك انه بكره بعصايتها هعمل كده، لا ابدا. انت لازم ايه تبدا. اذا ما بداتش ستظل في هذه الدايره يا استاذ ابراهيم، هتبقى قاعد ايه في الدايره. فاللي عاوز اقوله انه تطوير الكوره مش هيكون في السنه دي بس. السنه دي تقدر تقول انها ممكن تضع لك الحجر، يعني الاساس اذا اسس وتم اختياره بذكاء وبهدف ان انا بلعب لصالح الكوره القدم المصريه، مش بلعب لصالح نفسي وبصالح النادي بعينه. فانت ولا الان ولا الان يا محمود، ولازم احط ورقه عمل. انا لو منهم وحابين يتركوا سطرين ثلاثه في اي كتاب تاريخ السيد الجنايني والذين معه، لازم فورا يحط ورقه عمل. ما لا يقبل، مش لا يقبل كله يترك جزء، لا، ما لا يقبل يمشوا. هو عايز حاجه، انت عايز حاجه، هيقول لك لا خلاص. حط ورقه تخليك تشعر بزهو، وانت بتقول ده نظام الكوره
المصرية اللي هو مترجم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والخمسة الكبار ولا؟ طيب هرجع برضو للاختيار مين؟ أنا أنا رأي أنا رأيي إنه لازم نجيب مدير فني لأن احنا في مرحلة تركيبة بقى وقبلها هم مستقرين بيتكلموا في الخمس أسماء. لا بيتكلموا في الخمس أسماء، يبقى الحقيقة محدش هيجيب مدير فني منهم. معلش الأول أعمل يعني استضاح كده أو استشراق، محدش هيجيب مدير فني إلا وهيقول له بس إبراهيم ومحمود وعصام والنبي يا شيخ حلنا من القصة دي عشان يتراضى. وبالتالي أنا عندي وجهة نظر تانية خالص. أنا النهاردة عندي علي ماهر وعندي إيهاب وعماد، وأجيب راجل خواجة من اللي اشتغلوا في البطولات ها وكانوا مركزين في أفريقيا مع المنتخبات. مدرب وطني يبقى أي اسم من اللي حضراتكم قلتوهم، بس في القمة منهم الكابتن حسن طبعا الحقيقة بدم. هنروح على الموديل المصري ها أو جزء تاني. أنت عندك منتخب أولمبي بيلعب، المنتخب الأولمبي ده فيه 10 لعيبة هم الستاندنج بتوع منتخب مصر بعد كده. اصبر بقى بالمرة وشكلها في فكرة كده وشوف شوي رايح على فين. طيب الاهلي عمل ده، جاب مدرب شاب اجنبي واداله حقه المطلق في تشكيل جهازه، فشفنا صف كامل تقريبا في كل المقاعد جهاز فني اجنبي متكامل. رؤيتك ايه؟ ده اول مرة اول مرة في تاريخ الاهلي مدرب حراس مرمى كمان اجنبي. اول مرة رؤيتك ايه بقى؟ بصراحة انا ما كنتش حابب كده على المستوى الشخصي يعني مع كامل احترامي لوجهة النظر ان المدير الفني جاب بيطعم معاه طول عمر الاهلي على مدار تاريخه. بس احنا كنا لسه بنتكلم على انه حق المدرب. ما انا مش لا مش قصدي انا جهازه. انا انا ده اختيار جهازه. انا بتكلم على الوطن بتاعي. انا جايب المدرب الاجنبي ده ليه يا صبري؟ ماشي هيقود الفريق ويعمل عشان يطور ادائي. اطور ادائي بايه حضرتك؟ هقول لحضرتك نقطة. أحد أسباب مشكلتي مع مانويل جوزيه الفترة اللي اختلفنا فيها اختلاف جامد إن أنا كتبت تقرير وتم ترجمته بصورة خاطئة عني. أنا قلت إيه؟ إنه الأهلي امتلك مدرب صنع عصر ذهبي. ليه ما الأهلي ما يستفيدش من الراجل ده في صناعة جيل من المدربين؟ يعني مانويل في الفترات دي يبقى في خمس ست مدربين هو يتابعهم بنفسه. يديهم محاضرات، ياخدهم معاه، يقعدهم معاه، يشغلهم. يعني فانا عاوز اقول لك ايه؟ انا عاوز اقول لك ايه؟ المدرب ده في خلال موجوده انا بطلع من عندي مدرب او اثنين من الشباب اللي طالعين يشتغلوا معاه يتعلموا منه. ما انا دلوقتي هقعد طول عمري شغال في الاجنبي. بس انت ده مش من أنا لا ده مش من اهداف الاستثمارات العظمى. ثواني يا راسل، ممكن يكون كلامي ممكن يكون كلامي غلط، بس انا بقول لك إيه؟ انا بقول وجهه نظري في الموضوع ده انك لما تجيب حد ما بتكونش الاستفاده محدوده، يعني الاستفاده الاكبر كمان انك انت تتعلم. هتقول لي دلوقتي الوقت صعب، هقول لك على عيني وعلى راسي، بس ليه ما يكونش ده احد الحاجات اللي محطوطه موجوده معايا؟ لو انا شفت الراجل ده لما فيصل عمل نقله في الاهلي ها شوف كان مين شغال معاه، وبعد كده شوف الكره المصريه كلها لعبت بنفس لا لما مانويل طور. بس الاوقات مختلفه شويه. انا ماخد بالي لما مانويل طور وعمل 4-3-2-1 شوف انت بقى الشكل كان عامل ايه. فاللي انا عايز اقول في مدربين اجانب بيحب يشتغل بالستاف بتاعه. احنا بنلاقي حتى المدربين ده أساسي. المصريين ده اساسي والمصريين لازم يقول لك اخد معاه. انا مش مختلف معاك، ده انا بقول لك انه وجهه النظر كنت اتمنى ان انا احافظ على الجزئيه دي لو امكن. يعني هو الراجل تمسك انه يبقى كل الناس اجانب خلاص هو ايه صاحب قرار اختيار وانا احترم وجهه نظره. لكن انا بقول لك كراجل كموجود كاهلي كموجود نادي الاهلي انه كان المفروض يبقى الموجود على الاقل حتى المدرب العام من عندك، مدرب حراس المرمى من عندك. انت شايف انه هو متمسك بالناس اللي معاه خلاص هنحترم وجهه نظره. هتعمل ايه؟ خلاص هنحترم وادي له الفرصه يشتغل. يعني ادي له فرصه وخلاص اشتغل بقى سنده. في لقطه يتاخد منها جزء من اللي حضرتك قلته الا وهي زي فكره سامي ومصان ان انت تحط حد ينفع تاخد معاه الاوقات وكمان الاستثمار فيه كويس. يا سيد الفاضل في العام 2004 انجزت مهمه تدريب محمود الجاري لمنتخب تونس واتفق مع السيد شتالي وكان راح يتكرم على ضوء البطوله اللي كانت هناك. كان معانا الكابتن محسن صالح ربنا يديله الصح. فجاه قدموا معروض يا استاذ ابراهيم، يمكن انا حكيت لك الحكايه دي، جمعيه المدربين للسيد شتالي اللي هي بالبلدي كده انت كده متشكرين جدا قطعت عيشنا. قالوا له الخليج من هنا ورايح هيكون كل المدربين اللي فيه مصري. اطقم مصريه. الراجل حكى معاه نص ساعه بالظبط كنا في الفندق ورجع جواري قال له ان هو قال له
يا سيد شتالي الناس دي قالت كلام مهم قوي ابنوا عليه. النهارده المدربين التوانسه فين؟ منتشرين يا جماعه. لكن بقى عندك انت الاول وطني، لكن انت عايز نفتح له انا وهو مش عاوز يساعد نفسه، هو لسه مصر على وكيل يدورها له، واتحاد كوره ما بياخدش باله من اللي انت قلته ان مفيش الا فرقه واحده ولو مشيتك يبقى ليك التانية وبس. يا اخي استنفذت مرات الرسوب، يا اخي عايز مننا ايه؟ يعني انت رايك القرار المدرب من حقه يتولى اي عدد في اثناء الموسم؟ لا طبعا، هي فرقه واحده وخلاص. ولو النادي هو اللي مشاه ياخد التانية. بس خلي بالك هنا بره في اوروبا ولسه يمكن الموضوع، يعني انك انت اللي كنت مرتبط مع فرقه وفرقه مشيتك تاخد مرتبك لغايه الموسم ينتهي، انت مش هتقدر تدفع لغايه لما يلاقي فرصه عمل، لغايه ما تلاقي فرصه عمل. اذا لقيت فرصه عمل بس ده تبعا لقوانين عمل ملهاش دعوه بالكوره. ما انا واخد بالي، انا واخد بالي. من المفارقه انك انت منتخب وطني يبحث عن مدرب وطني ومصمم على الاختيار الوطني، والاربع انديه الكبرى المؤثره في الحركه الكرويه مدربينها اجانب. اهل وزمالك واسماعيلي وبيراميد، تمام، اربعه اجانب. صح، انت خلي بالك فتحت الموضوع. فبقول لك على حاجه، ثواني يا ريس. هو الترجي التونسي حاليا مين مدربه؟ معين الشعباني. معين الشعباني. معين الشعباني ده داخل التاريخ على فكره، عمل بطولتين دوري ابطال افريقيا. صحيح. للترجي. ما عملهمش لا الاجانب ولا لغيره. خلاص انت هنا ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. النادي الاهلي كان من فتره ايام مانويل اطرحت فكرتين، فكره خاصه بالقطاع الناشئين، ازاي يبقى قطاع منتج ويتعمل ازاي شكل، وفكره تانية لصناعه المدرب في الاهلي. يمكن مع الظروف والبطولات وبتاع يعني ايه ما تمتش الامور بالصوره المطلوبه، لكن جه الوقت للاهلي كمؤسسه كبيره جدا انها تقف عند الموضوع ده وتفكر ازاي تقدم، يعني طيب تختار. ما بقول لك اهو 2012 حسام البدري، 2013 محمد يوسف، ماشي. ما هل هو بعدها اقف؟ يعني خلاص حسام البدري الانديه شفنا قدم لك حسام البدري كمدرب، وكان على فكره مشروع مدرب كبير جدا يا محمود. انت عايز النادي هو اللي يفضل ينتج ومش عايز الراجل كمؤسسه يشتغل على نفسه؟ يا استاذ عصام انا مش قصدي النادي اللي ينتج، قصدي انك انت عندك في النادي نفسك، انت عندك لجنتك الفنيه، انت موجود. ايوه بس ما هو ممكن يا محمود يبقى في راي انه كل مرحله ليها ظروفها وبالتالي ليها فكرها. لا هو بيتكلم انت في مرحله عايز تبني. انت اتكلمت عن معين الشعباني. تمام. معين الشعباني ده في الحد الادنى بيتكلم فرنساوي وايطالي وبيدقدق في الانجليزي، انا مش بهزر. زي جمال بالماضي. وبالتالي احنا ما عندناش واحد. يا اخي بقول لك الناس، وانت عارف بتاخد تفرغ من شركات يقول لك عشان المعاش، حدش بيشتغل على نفسه، مش عارف انه مؤسسه لا معايشه بيروح، وزراح يروح لك لايبزيج دي اللي اتلغت من سنه 83، يروح لك اكاديميه مش عارف ايه طويلا. الناس بتروح معايشات، بتصرف على نفسها، بتتعلم لغه، بيجيب الراجل الاكونت ده ولا السكاوتنج ده. لازم تخش عالم الحداثه. انت ليه عاوزنا اسلمك كل حاجه بدعوه الصناعه الوطنيه؟ لازم هي تنافس. مش مختلف معاك على فكره. لا مش ماشي، مش بقول ان انت مختلف. هرجعك لملعب التتش تاني. تجربه بهذا الشكل، لعيبه كتيره جديده سواء اللي صاعد او اللي من بره، مع جهاز جديد، رؤيتك ايه في ظل التحديات اللي جايه؟ رؤيتي انه طبعا يعني اداره النادي وفرت كل الدعم، اختارت افضل العناصر في ظروف السوق طبعا اللي هي البيع والشراء ولاعيبه، وكان ممكن يعني عاوز اقول ايه، كان ممكن في يعني ارتفاع رهيب لاسعار اللعيبه، عشان تجيب لاعب مميز محتاج تدفع مبالغ جامده. لكن تجربه الاهلي الحاليه محتاجه مسانده، لان تجربه وليده على فكره. جهاز فني كامل اجنبي. خلاص مدرب زي ما اتقال، اتمنى يكون طموح فعلا، يكون هو عاوز يثبت نفسه وينجح. الاهلي هيديله كل الامكانيات يوفرها له للنجاح. التوفيق هو العنوان الرئيسي. اتمنى له التوفيق، واتمنى له التوفيق بمزيد من العمل. وعاوز اقول انا يعني شاهد على تجربه للاهلي مع هولمان وتسوبل، اثنين المانين. خلاص الاثنين المانين دول عملوا 7 دوري. صحيح. صح؟ اي. شفت لاول مره اشوفه. شفت شغل الصبح، وشفت شغل بعد العصر،
وشفت مباريات وديه كبيره كتيره جدا، تجهيز فريق بديل للفريق الاساسي، لدرجه انه كانت الناس تقول لك الاهلي لعيبته بتتعاطى حاجه من قوه اللياقه البدنيه على مدار موسم متتالي. لعيبه كتير جدا. البطوله العربيه والبطوله الافريقيه. مش عاوز اقول لك ايه، يعني عاوز اقول لك ايه، لما جه فيليكس خد سنه كل مهمته انه بيقع في الملعب، بعد السنه الثانيه كان مكسر الدنيا في الدوري. يعني عاوز اقول لك ايه، تقعد تسمع حكايات من الكابتن ماهر همام، يعني هي تفاصيل عشناها مع بعض، زي تطوير اداء اللاعب. شوف كان يجيب ماهر همام الصبح عشان يعلمه حاجه واحده بس، ازاي يعمل يضرب هد بدماغه، ازاي يوقف الكوره، ازاي تلعب تحت ضغط. يعني عاوز اقول لك ايه، في مدرب بتبقى انت قاعد كده وتقول لا الراجل ده هيعمل حاجه. يعني الراجل ده عنده ايه، لما جه مانويل وكنت شاهد على اول معسكر ليه، لا حاجه تانية خالص، يعني ايه نقله تانية جديده كانت علينا. فاتمنى انه رينيه فايلر يكون عارف حجم وقدر وقيمه الكيان الكبير ده الاهلي. الاهلي مش فرقه كوره بس، الاهلي ده حاجه كبيره في مصر زي اي مؤسسه تانية. الاهلي ليه قوه تانية وليه جمهوره، مش هنا جمهوره بره. فطبعا الراجل جاي في جو اعتقد رغم كل اللي اتقال الا انه صم الاذان مهم جدا في الفتره دي. العمل الكسين يعني هم ملوش دعوه بالعمل بكثره، مش ثقافتهم. انا بكلمك اعتقد انه ثقافتهم يشتغل ماشي، يعني العمل كتير جدا هيبقى مردوده الحكم عليه. اتمنى ما يكونش دلوقتي، مش قبل على الاقل 6 7 8 مباريات عشان تتفرج عليه، عشان اقول لك في المباراه والثانيه. لكن المباراه والثانيه ممكن يديك اللمسه، يعني تقول ايه لا ده في حاجه بتتعمل، في حاجه يعني ايه، حتى لما يديك 1 من 10 تحس انه في حاجه اتغيرت. في لا ده ابراهيم اتغير النهارده، لا ده بدا حاجه جديده. هي بتبان من اول الادوات، بتبان ايه، هي بتبان ايه الأدوات. عارف انت ايه، بتبان من اول تكه، من بس اول الادوات نفسها. ان انا طورت وعملت ده مش معاه عصا سحريه، لا ولا اي حاجه. مانويل جوزيه خد سنه كامله للي يمكن تابعه او ما تابعهوش، وبدا الدوري بهزيمه مجلجله من اسمنت السويس 2-0. ماتش يمكن ماتش كان غريب جدا، فرقه ماسكه كوره وفرقه ثانيه تعمل مرتده تجيب جول. صحيح. لكن بعد كده انتهى الموسم بانه قدم اروع موسم، خسر فيه الاهلي الدوري مباراه التعادل بتاعت ايه؟ الاسماعيلي. هو ده خد بطوله افريقيا. هو ده المقياس، انه الراجل عنده ادوات وبيستغلها، بمعنى لا يطور برضه زي ما بنقول على الاداره، ما بيطورش من عندياته، قد يضيف تركات وحاجات كده، لكن الاساس انه بيستخدم اخر ما وصل اليه التدريب في كل حته. طيب. فالراجل يصحى الصبح، يعني يصحى الصبح يتمرن 3 مرات، يعني يشوط 70 فاول فيشوط 70 فاول. هي دي الادوات، والنادي الاهلي هو من يوفر كل هذه الادوات، وبالتالي ضمانات النجاح موجوده. انما انت محتاج طبقا بقى المقاييس، بدل ما عمالين نتكلم عن الاوراق المترجمه، انت محتاج شهرين تقريبا، ومش اقل من زي ما انت قلت من 6 ل 8 مباريات، كل العالم بيتكلم في ده عشان يبان دلاله الراجل. انما ادواته الاولى بتبان، قادر يشد اللعيبه، قادر يعمل توليفه صح. وبالتالي اعتقد ان احنا لو طبقنا كل المقاييس دي على الكره كلها الكل هيستفيد، مفيش مكان مضمون لحد. طيب عصام، يمكن محمود اشار له نقطه المسانده والدعم، لانه جهاز جديد، لعيبه برضو، في صفقات كتيره كبيره اتعملت سواء المره دي او في الشتاء اللي فات. ايه اللي محتاج الفريق مع مدرب انت شايف انه يحتاج وقت مش اقل من 2 شهر عشان يقدر يلم بشكل الفريق وقدرات الافراد كامله، لكن هو كمان اسبوع وعنده مباراه. اسبوع وعنده مباراه، انا بقول لك انه هتكون بدايه مشجعه. لان انا رحت اول مران بعد المؤتمر قلت لا نروح نبص، لا هو عامل جديد، سيبك من فكره الغربال الجديد ولعبت الكره عودتنا انها مع الراجل كله بيدفع بنفسه. لكن فكره انه اجنبي ما حدش هتستميله حاجه غير انه يقول لك الراجل بادئ من اول وجديد، ادي حاجه. الثانيه ان انا شفت فعلا الراجل بيصلح، ومش بيصلح زي ما كنا بنشوف، بيصلح زي اللي محمود قالهم اللي هم الكبار، مش بيوقف الصفاره عشان يعني ده بيوقف الصفاره على اللي بيجري وهو ترط كده مش شادد نفسه وهوب هوب، يعني لا هو حاطط فكره انه الاداء يبقى شغل. شغل وفي الاخر عمل لقطه ادي يعني بيشاور لهم انه نلعب بقى، يعني حاجه على قد فهم يعني. وبالتالي تنافسه جميعا في الحاجات اللي كان بيقف يقولها لهم، وبعد كده بقى اللي عنده ترقيصه اللي عنده شوطه، ويمكن بعض الاعلام نقل مش عارف مين شاط من نص الملعب ومين جاب هيدرز ومين عمل ايه، حتى مدرب حراس المرمى مش فكره انه احسن من المصريين، ما هو برضه الناس بتصغر الفكره. لا
شفته أتى بجديد. لكن على ذكر اللغة واضح إنه شريف ما شاء الله بيتكلم كويس. فبقى واخد عمال وراح مكلم الناس وراح مكلم اللي جنبه وراح مكلم العمال ومش عارف إيه، بقى في ألفة وقاعد يسلم عليهم كده زي السلام الأفريقي. لا، الرجالة دي جاية شايفة إنه في نادي بيديها إمكانيات، وده اللي شفناه مع أجانب كتير جدا لما بيبقوا جايين النادي الأهلي. أنا شفت كرول ده كان مع فان جال في 2001 وبنهزر معانا وأنا بريدة تروح الأهلي، وهو عارف طبعا إن المهندس هاني كان قريب من الكابتن حسن، قال له هاني أنا أمشي من هنا أروح مصر. كرول بضمانة النجاح كان معانا صديقنا الصاوي، قلت له إيه ترجم لي كويس بقى عمنا الصاوي، قاعد ترجم له قال له لا 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 حاجة تانية، ضمانة النجاح يعني اللي هي فكرة الاحتراف. وبالتالي لا توقع انه الاختيار، وانا مصدق كابتن طه انه ما عرض في ظل محدودية اللي كانوا موجودين، لانه ريم حتى قال ان موسم النادي الاهلي انتهى مع الكاس. وبالتالي ايوه كان ممكن يكون في اسماء اكتر من كده، لكن وانت بقى بتضم وبتلم، وهذا هو المعروض. كابتن طه اسماعيل قال كلام مهم انه اختار الاكثر قدره على تنفيذ ما لديك من باكج على الاقل بالزبط. دلوقتي انه بفريق طموح، براجل هو كمان طموح، عنده ضمانه اسمها اندرليخت البلجيكي، وده مش هزار، ده نادي جنب البطولات بيسوق صحيح. يعني ده بياخد الدوري عشان يبيع 10 لعيبه وممكن يكتفي 5 سنين، مش واحد يقول لك اصل بعديها اندرليخت وقع، لا دي ناس عارفه هي بتشتغل ايه. وبالتالي لا، في ضمانات كثيره جدا من المؤسسه اللي هو بيشتغل فيها، ومن اول اللي هو الانطباع الاول باين على طول. انا اقول لك حاجه، اتفضل استاذ اسامه. هو من امتى احنا بنجيب مدرب عنده سيره ذاتيه؟ لا انا بقول لك على اللي بيجر شكل. لا لا بس انا بقول لك على اللي بيجر شكل، على الضجه المسؤول. يعني انت عارف الاهم في الحدوته دي كلها المدرب ايه؟ ان هو يكون عنده كوره. يعني ممكن هات لي واحد عنده 100 سي في عم عمل 100 بطوله معاش مكان من احترام، لا هو هينفت. خلي بالك خلي بالك، انت عند الشريحه بتاع البيج 5 دول الكبار قوي، لما يزهق من اللعيبه يقول لك هو لعيبكم كده هذه بضاعتكم مش هيحرق دمه. يعني انا بكلمه لما يبقى عندك السمه الشخصيه للمدرب وعنده فكر واضح، يعني بيعمل لك شكل في الملعب. يعني ما تقول لي الله انت متفرج على مين، اتفرج على وادي دجله. تشوف الراجل عامل شغل على الارض، شغل هايل جدا، في جهد. حتى قطاع الناشئين دلوقتي بدا يلعب بنفس السيستم. يعني عايز اقول لك ايه، هنا بقى الشغل اللي هنا اللي احنا بنتكلم عليه، هناك بتعمل بصمات وفكر والنتائج مش النتائج مفيش ضغط عليك، لا الوضع مختلف عليك. الوضع مختلف. فانا عايز اقول لك ايه، انك انت مش ده تبرير لانه ما لقيش المدرب اللي انت عايزه، فانا فطالعين نبرر انه المدرب لا. وجهه نظر الراجل اللي انت جايبه عنده وجهه نظر تحترم ولا لا؟ شخصيته قويه هيقدر عنده يحكم، عنده وجهه نظر تحترم زيك بالظبط. كان عندك وجهات نظر كثيره محترمه، سعدت بيك جدا محمود صبري. انا سعيد بيك ان انا كنت معاك. شكرا جزيلا. اتمنى اكون ضيف خفيف. صديقي العزيز عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابق. ده انا اللي بشكرك، يعني عملت لنا قعده جميله النهارده. كنت سعيد بيكم جدا. وكلام حقيقي بجد يعني، متشكرين يا استاذ. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.